بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدأ اليوم المحاضرة رقم 4 في دورة التدريب على استعمال برنامج ساد برو من أجل التعامل مع أبنية من الخرسانة المسلحة. مثل ما قلنا التعامل هو يشمل التصميم والتحليل أو مواجهة المشاكل الهندسية اللي ممكن ترد على المهندس في حياته العملية، وكيف يستعمل هذا البرنامج كوسيلة فعالة في حل هذه المشاكل. احنا خلينا هدف في هذه الدورة، يعني هدف خلينا نقول تكتيكي واستراتيجي، انه احنا في البداية حتى يكون عندنا ألفة ويا البرنامج، انه احنا ناخذ لنا ملف صغير، اخذنا كيز اللي هو اخذنا بناية صغيرة. هذه البناية هي عبارة عن يعني فضاء واحد بالاتجاهات الثلاثة وبسلاب supported by four beams and the four beams supported by four columns. هذه أبعاد البيم أبعاد الكولوم، نوعنا شوية بشكل البيم بشكل الكولوم، يعني حتى المثال مو بس يكون يعني بسيط إلى درجة أنه متشابه كل شيء، حتى يكون شوية تنويع. واليوم إن شاء الله ندخل بشيء مهم، واحد من أهم الأشياء بالبرنامج وهو اللودينج، وراح نتعرض على لودينج بشكل ايضا الان بدائي بسيط اللي هو ديد لود ولايف لود، شلون نسوي كومبينيشن، ومن ثم نترك انواع اخرى من اللود شويه اكثر تعقيدا، مثل اذا عندنا ريتيننج وول شلون نخلي لود مثلث، اذا عندنا هالشي امور هاي ان شاء الله نخليها الى الهدف اللي راح يلي هذا الهدف في هذه الدوره، اللي هي مثل ما سميناه الجانب الاحترافي باستعمال هذا البرنامج، كيف تحول الى محترفين باستعمال البرنامج. اذا يعني ايضا نرحب بابو حسين، وهو يعني حقا يعني فرحنا انه يجي واحد من الديوانيه لكي يتلقى هاي المعلومات، هذا كذلك استاذ فؤاد من الحله يسعدنا بذل هذا الجهد والمال والوقت انه تطوير معلوماته. فعلي هاي احنا البنايه مالتنا مثل ما تشوفها جدا بسيطه، واحنا بدينا الباحه صراحه اخذنا محاضرتين مسجله بشكل افلام راح تجيك شلون نمثل هذه البنايه. فبإيجاز سريع، وكذلك ابو ابراهيم طلب في ايجاز سريع، راح نسوي اللي اخذناه سابقا ومن ثم حتى نستمر. احنا الان شوفوا هسه الان هذا المفروض انتم مثلي، يعني النافذه الرئيسيه طلع عندكم اكو ملف موجود، يعني من بدينا اول شيء نصبتوا البرنامج كان الملف ما موجود، هسه الان الملف موجود وايضا اكو بريفيو له. ندخل على الملف، احنا طبعا الملف جبناه من المكتبه، بس ان شاء الله يعني استاذ علي بعدين يتابع ويانا المحاضره اللي الثانيه اللي كانت تحكي عن المكتبه ومحتويات المكتبه. احنا عندنا يعني بصراحه خل اقولها يعني باختصار حتى لا اشعب الامر عليكم، احنا عندنا طريقتين، لو نجيب بنايه من المكتبه نعدلها، لو نجيب بنايه من ملف اوتوكاد ونخليها. واقدر اقول هسه بثقه يعني بلا تردد انه في 90% صار نجيبها بمن؟ من الاوتوكاد، الا اللهم هي البنايه يعني فد مره كلاسيكيه ويعني عباره عن مستطيلات ومثل المكتب عينا. يمكن اسهل اروح اجيب مثل هاي البنايه هسه مثالنا اللي هي غرفه واحده، والا لا اصبح بصراحه يعني شغلنا هو ان نجيب البنايه من الاوتوكاد، وهذا راح يكون هذا جزء مهم في الجزء الثاني من الدوره. احنا نتعلم شلون نجيب بنايه ملف ما يجينا خارطه من المعماري، شلون نحولها الى ملف مال ساد برو عباره عن خطوط مال بيمات وكولومات، ومن ثم نجيبها الى ساد برو. اذا هي لو بهالشكل لو بهالشكل، فاحنا سجبناها من المكتبه ومن ثم مثلنا البيم والكولوم وسوينا البروبرتي. احنا طبعا احنا هنا جنرال اللي هي بروبرتي، دخلنا ابعاد الكولومات، دخلنا ابعاد البيم، كذلك عرفنا السلاب، السلاب عرفناه على شكل ميش، عندنا هاي الايقونه اللي اسمها جنريت سيرفيس ميشنج اللي هو اوتوماتيكيا الكمبيوتر بروجرام يسوي لنا ميش ويتحكم ايضا بالميش. ممكن اقصد بالميش هو مجموعه الاليمنتس هذه اللي تشوفوها الان، هذه الاليمنتس اللي هي عباره عن بليت اليمنتس عددها 6 في 6 36 بليت اليمنت. ثم انتقلنا الى السبورت، احنا هسه قلنا ايضا راح نجي نتعامل مع السبورت بشكل جدا بسيط انه بن وفيكست، لكنه في الجزء الاحترافي راح نروح من الدوره راح نجي نتعرف الى سبورتات اخرى، يمكن من اهمها اللي هو الفاونديشن والسبرنجات اللي توصل بعد السبرنجات جوا الاساس، شلون نمثلها، شنو فائدتها وشنو الفرق. وارجو انه يكون شيء مهم، يعني هو هذا ضمن المقدمه يمكن ما ركزت عليه بالبدايه، خلي شويه هسه احكي في بدايه هاي المحاضره. يعني اكو حق موضوع الان هو يثير جدل بكل العالم مو بس هنا، يعني المهندس مال قبل
يعني الحمد لله عندنا ايضا يعني من جيل، خلينا نقول جيلنا جيل قبلنا ايضا بشويه، كان المهندس يعني يعتمد على هاند كالكوليشنز بشكل رئيسي، يحسب كل شيء بيده. فلهذا بصراحه خلال عمل الهندسي صح متعب لان يحسب كل شيء بيده، بس يصير عنده فد ملكه وحس هندسي بحيث يقدر يكتشف الاخطاء في فتره مبكره من العمل. يعني خلينا نقول هو مثلا دا يسوي كالكوليشنز فد مجموعه صفحات 100 صفحه، يقدر الصفحه الثانيه الثالثه. هسه المهندس بصراحه امام امتحان كبير، وهو انه عنده كمبيوتر بروجرام، وهذا الكمبيوتر بروجرام دا يجي خلطي انبوت معلومات، لا يطلع من عنده اوتبوت. ايش دا يصير؟ احنا سمينا التصميم في اول محاضره بالبروسيس، هاي العمليه ايش دا يصير بهاي العمليه؟ مرات يجوز اكو اخطاء ما يشعر بها. يعني مثلا يطلع من عند الاوتبوت، يطلع من البرنامج خطا وهو بالحق ما ينتبه له. وهذا مو غريب بصراحه، وانا اذكر مثال شخصي، يعني خلي اضرب الامثله بنفسي. هذه المحكمة الفيدرالية أتكلم عنها دائما بالدورات، لأنه صار في خطأ عندي أنبه دائما عليه للمهندسين يستعملون كل البرامج ترى، بس هذا البرنامج. في يوم من الأيام طبعا احنا سوينا تحليل برنامج ستاد برو كذا إلى آخره، وديناه مثل ما قلنا كان هو منحة من فيلق المهندسين الأمريكي، فكانوا يدققون كل شيء، يعني حتى المونة شلون تنفرش بالحائط البيرنج وول هم كان هذه بها نقاش والوصف مالتها والكذا. يعني شغل أقدر أقول المحكمة صارت فاني كنت مدلها بطريق بغداد شايفها. نعم يعني كلش كانوا يدققون بهالشكل، وفعلا يعني انا بالنسبه لي استفدت كثيرا من المشروع من انه عندما تسال شلون تجاوب انت كمصمم او كاستشاري للمقاول اللي ينفذ. فجاء المقاول اجى قال لي تنسلح السقف والبنايه متناظره بالضبط، الايمن النصف الايمن يساوي الايسر، عينا ماكو اي فرق. شو شفنا هنا ناشر حديد تسليح شكل بالايمن وبالايسر ناشر الحديد بشكل ثاني، مستحيل وتناظره وخلي الحديد يختلف لوجه، هاي قضيه بديهيه. زين رحت بصراحه قلت خليني اشوف، والله شفت الخارطه فعلا، قلت له غلطان بالرسم. بس منين جبت؟ غير جبت النتائج من استاذ برو، رحت لقيت البرنامج فعلا اكو فرق بالارقام ما بين اليمين واليسار. ادركت انه صح انا صار فتره طويله اعمل على البرنامج، بس قمت من السرعه بسبب السرعه ما اتامل الارقام الطالعه من البرنامج. احنا قلنا هذا البرنامج يشتغل طريقة نيوميريكال، نيوميريكال يعني معناها اكو ايرور. من تسمع نيوميريكال اناليسيس مع الشباب اللي بعدنا بنحضرهم درس اسمه، هذا الدرس معناها اكو ايرور، والايرور قد يكون مقبول او ما مقبول، لان هو اسمه شنو؟ الحل نيوميريكال مو اكزاكت. اكزاكت سوليوشن هو الحل الوحيد اللي شنو ما بيه ايرور، ومع الاسف بالهندسه ماكو اكزاكت سوليوشن تقريبا. كل الحلول شنو؟ تقريبيه، كلها فرضيات، لهذا هاي واحده من اسباب ان نخلي معامل امان. اذا شفت نفسي انا ماخذ الارقام بالبرنامج وتحولها الى حديد تسليح، وصاير اني كانه الهارد مال الكمبيوتر. شنو اقصد عن كان كانه الهارد؟ يعني انفذ بلا وعي. لهذا هذا الفرق، هذا الفرق بين عقلي والهارد. الهارد معادله 1 زائد 1 يساوي 2. شنو هذا الواحد؟ شنو اكس؟ شنو واي؟ ما يدري، لكن انا اختلف، انا مهندس. فلهذا بصراحه قلت في هذه اللحظه البرنامج قادني، مو انا قدت البرنامج. هذه دائما انا اقولها في الدورات لاي برامج، يعني حتى لو برامج اخرى، من يقود من؟ انت تقود البرنامج ام البرنامج يقودك؟ شنو الفرق؟ الفرق الان بهذا، انه النتائج تقبلها كما هي بالبرنامج لو تتامل بها. معقوله ما معقوله مقبوله، هذا فضاء كبير بصفه فضاء صغير، شو هنا العزوم صغيره هنا كبيره كذا، يعني اكو شيء لوجيك كون. لهذا هسه مثلا هذه البنايه نقدر نخلي لنا في سيرتن رولز نباوع الارقام معقوله او معقوله؟ لو ما نقدر شلون؟ هو الحدث اللي احنا ما نحكي عن ابو ابراهيم صار 30 سنه مهندس او اكثر، لا احنا نحكي عن رولز نظريه. أنا حجزت في هذه بناية سبان واحد. أحسنت أحسنت، هو هذا بالضبط. يعني بهالشكل، يعني فرضا أنا هسه خليني أقول بهالشكل، إذا سمحتوا إلين هذا الكلام أنا أعتقد هو منقل أهمية عن الموضوع اللي نحكي فيه. شوفوا هسه الآن، هذه هسه إحنا دارسين أنه بصراحة هذا السلاب
شلون ينقل اللود للبيم؟ انك خطوط زاويه 45 بهالشكل، وهاي المساحه يروح لهذا لوين؟ لهذا، وهكذا هذه يروح لهذا البيم، وهذه يروح لهذا البيم، ومن ثم يتحول اللود خلينا نقول للكولوم، احسنتوا بهالشكل هذا. فلهذا سأل لو اخذنا هذا البيم، هذا اعتبرناه مثلا الان للسهوله احنا نريد نسوي اشياء بحيث ينحل بالايد سمبلي سبورتد مثلا، هذا البيم هسه مثلناه اوكي، وخلينا عليه لود، واحنا نعرف مثلا العزم هو دبليو ال تربيع مثلا على 8. هذا المومنت دايجرام، وهنا دبليو ال تربيع على 8 الى اخره. شوفوا هذه هسه طبعا اكيد تطلع غير نتائج البرنامج، بس شنو؟ هذه على الاقل يعني اكو بالضبط، يعني اكو رينج بالاركايز الك. انا ما حدا حيقول لك علي من حسوي البرنامج، احنا نشتغل بدينا. لا يعني بصراحه انا بتقديري هذا، يعني انت طبعا حياتك العمليه دون سال مهندس از افريج، اذا يعني ما عنده مشاكل، حياته العمليه 40 سنه. كل مهندس متوقع ان يعمل 40 سنه. زين انت حياتك العمليه طويله، هسه اول سنه من تشتغل سوي هاي الاشياء، ابني هذا السنس في عقلك، هاي الملكه احتويها بايدك، هذا يعطيك قوه علما ال 39 سنه الاخرى. حق انا اول ما يعني كنت بعمر مبكر وجيت اشتغل هاي وزاره الاسكان خلينا نقول مصمم، بالبدايه كل شيء احاول اعرفه منين وحسبه بايدي وكذا الى اخره، بعدين شويه صار عندي خبره وتجربه، كنت بعد عاجز لان كنت اعرف الاشياء. يجون المهندسين قاموا يجيبوا لي مثلا برامج كمبيوتر وشو، انا بعدني اصلا كله بايدي اشتغل. قالوا صار شكم تعب نفسك، احنا تخرجنا العام واشياء برامج ما اعرف ايش. اقول لهم اسمعوني نصيحتي، اول خمس ست مشاريع 10 مشاريع اشتغلوها بايديكم، ترى والا بعدين تمرون بحاله انه البرنامج يخطا وانتم ما تحسون بالخطا مالته. فعلا صارت مواقف ما اخذ بها وقت، يعني حسوا بهذا معنى كلامي، وفعلا بذلوا جهد في المراحل الاولى من حياتهم العمليه، حتى في المراحل اللاحقه شنو يصير عندهم هذه الملكه. فاذا نرجع للجمله المهمه، من يقود من؟ هذا دائما السؤال، خليه ببالك عندما تتعامل مع اي برنامج كمبيوتر، وهنا بالذات سايد برو، هل انت تقود البرنامج ام البرنامج يقودك؟ زين نرجع الان بعد هذه خلينا نقول شويه المقدمه والرابط بين الكلام السابق، هنا نرجع نكمل حتى الملف مالتنا. احنا وصلنا الى الان اللود، هذا هو الان الحقل مالت اللود، طبعا فتنا عليه، راح نشوف النافذه ايضا طلعت هنا نافذه للود، وراح نجي نشوف التفاصيل مالتها. طبعا اللود هم واحد من الاشياء اللي تغيرت بتاريخ البرنامج، يعني هواي صار به تغييرات اثناء تاريخ البرنامج مو مثل الاشياء البقيه. ايش عندنا باللود؟ خلي شويه هسه يجوز نذكر بالمعلومات القديمه، خليني افتح الكود لان ما اقدر احكي عن اللود بدون احكي عن الكود. خلينا نروح الى الاي سي اي كود، باعتبار ان هسه مينلي ندرس على الاي سي اي كود ونصمم على الاي سي اي كود كذلك ونشرف الى اخره في حياتنا العمليه. مثل ما تعرفون الاي سي اي كود ب لود كيسز، وهذه اللود كيسز طبعا شابتر، يعني حق مع الاسف الوقت يضيق عن ان اشرح لكم هذا الكود الجديد شلون صار ترتيبه، قلنا احنا الفصول صارت كانه للمصمم، بس لا باس انه هذا الكلام اللي قلته خلي ما اوعي الفصول عناوينها، نشوف شلون مرتبه للمصمم. شوف الفصول، اول بارت جنرال اللي هو الرموز، ثم نجي اول فصل بالتصميم كانه هو هذا الفصل الرابع ستراكشرال سيستم، انواع السيستم، تختار سيستم، ثم تروح وراها شنو؟ تحسب اللودز. شوف هنا الفصل الخامس حساب اللودز، احنا اليوم نريد نروح الى حساب اللودز. اللود طبعا تعرفون اكو لود كيسز، واللود كيسز هي لها رموز مثل ما قاعد يعني نشوفها بالشاشه واضحه عندكم، الجي والاو والكذا، ما ادري يعني ما جزء ناسيها، بس احنا هسه راح نركز على اثنين اللي هن ما تخلو منهم بنايه. اثنين من هم؟ لايف لود، لا ديد لود ولايف لود. ماكو بنايه ما بيها ديد لود لايف لود، بس اكو ابنيه ما بيها رين لود، ار رين او سنو لود جليد او الزلازل او الكذا، لكن ديد لود ولا
اوكي اذا هاي جي اي هذا هاي اسمها هنا خلينا نقول لود او لود كيس، لكن احنا اسمها بالبرنامج لود كيس. اوكي اذا راح نروح ناشر لود كيس باللون الازرق، نسوي له اكتيفيشن واد، نسوي كليك تنفتح نافذه جديده. شوف هذه النافذه، واحنا مثل ما اتفقنا البارحه انه النافذه كانه شنو قاعد تسالنا اسئله. هسه الان اكو ديفولت، شنو هي الديفولت؟ لود كيس نمبرز جت 1، لودنج تايب هو ديفولت ما يعرف يا تايب، بس انت ممكن تختار ديد لايف. ديد لايف نعم تفضل. من فتحنا خانه اللود كيس اكو اد وك نيو، كل وحده تعطينا خانه شكل. لا اد هسه خليك وياي اد، كل شيء له يعني خلينا نقول فد فائده، بس خلينا بالاد. اوكي لا ماكو اوكي ها ممكن نستعمل اكرم ستوب تصير قريب على ابو هاشم شويه تساعده حتى ها ممكن نستعمل نضيفه للدرجات؟ لا سنو له غير فاكتور يعني هو فاكتور سنو والرين نضيفه بالاحمد باعتباره هو يونيفورم. ها بس انا راح اقدر احكي وياه بس يكملون انه ليش نختار تايب؟ هذا وايد سؤال مهم يعني، ليش ديد نقول ليش كذا؟ التايب تايب لودينج تايب اوكي اوكي هسه انا قبل ما تعرف خليها قائمه مفتوحه عشان شوي احكي عليها. شوفوا هسه هذه الان اللود كيسز ديد لايف روف لايف، طبعا بالمناسبه الكود اللي اعتقد من سنه 2008 ما متاكد 8 يمكن او 5 وبدوا اللايف قسمه قسم يعني نوعين، سووا لايف على الروف لود ولايف بقيه الطوابق يعني على اوقات القديمه وانا من شنو طالب وكذا كان اسمه كله لايف، ماكو شيء اسمه روف وكذا ووينت سايزميك الى اخره. شنو انواع مختلفه من اللود الامرد حتى نستعرضها لانه راح تاخذ وقت كله زين. ليش الروف يعني السطح الاخير؟ بالضبط السطح الاخير اللي هو اللايف مود مالته اسمه روف لايف، بس هذا تميزه. البقيه الطوابق كله شنو اسمه؟ لايف. الان السؤال ليش نختار لودينج تايب؟ يعني هل هو تذكروا مره من قلنا انه احنا اسم المصمم اسم يعني هل هو ريكوايرد لو اوبشنال؟ الباحة احنا هم قلنا واحدة من الاشياء اللي خلينا نقول ثبتناها انه قلنا لك اوبشنال ما نهتم، ليش؟ لما ياثر على الرن معلومه انت سويتها او ما سويتها بتاثر على الرن، هاي انت ما تهتم بها وايد، بس من تاثر على الرن ما يمشي. تعرفون يعني واحد بيشتغل على الحاسبة ورنه ما يصير وعاشر مره والرن هم ما يصير اعصاب يعني كلش بنتحمل بعد. فالجواب هنا هذا ممكن يكون اوبشنال. لحظة ممكن يكون اوبشنال ممكن يكون ريكوايرد. شنو الفرق؟ شو قد يكون اوبشنال وشو قد يكون ريكوايرد؟ عندنا حالتين. احنا طبعا اللود لازم شنو نسوي له بمفهوم التصميم؟ لازم نضيف فاكتور اوف سيفتي. شو نضيف فاكتور اوف سيفتي؟ نكبره. من نكبره اما نكبره بمزاجنا برقم من عندنا او رقم احنا حافظيه او رقم احنا من كود قاعد نقراه بس مو الكود المخزون بالبرنامج، ما مطلوب ان تعطي تايب، ماكو داعي للتايب. وصراحه اتعلم يسموه هذا يعني اسمه ديفاين كومبينيشن، ساعلمكم عليه ديفاين كومبينيشن. مره اخرى لا، هو الان هذا مخزون بيه الكود، مو بس كود الامريكي، بيه كودات كوم مخزونه. انا علي من اجي اقول والله ديد لود اضرب لي اياه في 1.2 اللايود اضرب لي اياه، هو راسا يسوي العمليه كلها. زين اللي يسويها هو غير يعرف كل لود شنو نوعه حتى يضربه بالفاكتور اوف سيفتي مالته، فناش راح يكون ريكوايرد. راح نتعلم على هسه ريكوايرد اول مره. فاذا شنو معناها؟ لازم ننطي نوع اللود. اذا شنو ننطي سوى الواحد؟ ديد. اذا لود نمبر 1 ديد، ممكن ايضا نخلي له اسم حتى ما ننسى، مثلا ديد سوري ديد يعني ديد لود كذا ديد لود شو يعجبكم تسموه؟ ما بد علامه دي مثلا
اوكي كلوز. شنو اللي صار؟ شوفوا هسه لود كيسز ديتيلز طلع منها فرع مكتوب شنو؟ ديد لود. اد اد هسه شو اسوي اذا هاي اذا كملت حتى الخطوه اللي وراها لما اكون سريع؟ كل ما تدخل يعني بصراحه هذا عداد يعني ما كنت تك لود نمبر 2 او كذا. انا ايش اقول خليكم وياي يعني ستيب باي ستيب حتى متى من تعبر المشكله وخطا بعد ترجع تنشغل بالكذا متى بعدك تقل. زين استمر الان ايش اسوي؟ هاي الديد لود ايش راح اسوي عليها؟ هالمره هي افعلها ضفتها وانا مو ضفت لود كيس اسمها ديد لود او نوعها ديد لود باعوا فعلها باللون الازرق. هسه شنو؟ هم اد فتحت نافذة الآن جديدة. إذا النافذة الأولى عافية النافذة الأولى هدفها لود كيس رقمها شقد وشنو نوع اللود؟ وهذه هدفها شنو؟ شقد مقدار اللود؟ سوي كليك على الديد لود انت دخلتها. تقولون القائمة هسه هذه اللي على اليسار هنا موجودة ايش راح تشوفون؟ راح تشوفون هالمرة انواع من اللود مو ديد ولايف وهالشكل هذا، لا انواع من اللود على اساس طريقة انتقال اللود للممبر. يعني هل هو بوينت لود؟ هل هو يونيفورم لود؟ تريانجولار لود؟ موزع مركز الى اخره؟ يعني هاي بعد تبقى برنامج يوفر لك كل شيء. انت مشروع انت احنا مثل ما قلنا كل القضيه تدور حولها شلون نمثل البنايه الحقيقيه بالبرنامج. قد ما اقتربنا من الحقيقه يكون احنا وصلنا نتائج ادق. استخدمنا يعني مكان اللود. اي يعني دخلنا باللود كيز وقاعد نستخدم نختار له. استخدمنا مكان اللود وين يصير يعني. عارفين تاثير اللود. طبعا حتى انا اروح هاي ما راح احكي عليهم. احنا اتفقنا من اول محاضره احنا بروجكت بيست ليرنينج. هنرجع على البنايه مالتي خليها او شيء اتذكر اول مو انسى البنايه واروح اغوص بالبرنامج واغرق. هاي بنايتي. بنايتي عباره عن هالشكل هذا هو غرفه واحده وهذا سطح يعني مالته ما عندنا باب اغلاق. زين شكو فوق السطح شو يريد يصير؟ الروف يعني قصدك شكو فوقها فوقها هاي الشتايجر والتسطيح والكذا وما ادري شنو بالضبط وسيلف ويتك وبي روف لايف لود وبي هذه. اذا احنا هاي الاشياء شلون نحسبها ماشي؟ اسمحوا لي هم شويه خل يعني ما اعقدها ان شاء الله لكنه راح اخلي ستاره يعني معقوله بي ما بي ستاره مرد مرد مي مرد مي هذا ضفته ما شغله كبيم لاحظتوا سويته اصغر من عرض البيم انا حتى ما شغله كبيم تسليحه مختلف كذا ما يدخل سمكه 0.15 ولو كل هذا صار كبير السمك لانه 0.6.3 اوكي يلا 0.1 كافي لعدادات 30 نص طابوقه يلا ولا يهمك ابراهيم اوكي هذا مرد مرد ما فوقل هذه كلها ايش انا بدي اسوي شيء حتى هاي موجوده بالحياه العمليه شلون نحولها الى البرنامج اوكي زين خلينا نجي انا شنو عندي لود كيس ديد لود انا شنو الديد لود اللي عندي اول ديد لود عندي هو السيلف ويت وزن هو نفس الاستراكشر اوكي خليني اروح اشوف بالبرنامج البرنامج هو اصلا انفتح تلقائيا على السيلف ويت هو ده يقول لي شوف ايش مكتوب باو فوق سيلف ويت لود زين باللود رجاء ارجو ان تبدون تهتمون بالاكسس انت بيا اكسس قاعد تحكي جلوبال اكسس لو لوكال اكسس البارحه عرفنا علي جلوبال اكسس ولوكال اكسس الجلوبال هي هذه جوا قاعد تشوفها هنا هاي بالسهم اللوكال هي بكل منبر لهذا اللوكال ممكن تختار تروح منبر وين ما يروح الجلوبال شوف هاي المربع شو قدر تتحركان ميت تتحرك هاي المربع الشيء الوحيد اللي هو ما يتحرك بالبرنامج ثابته بمكانه ولا اكسس تصير فوق ولا كذا كل واحد اتجاه ثابت بصراحه
مو بس اني اكثر اليوزريه 99.99% يحبون يتعاملون ويا الجلوبال. ليش؟ حتى تخلص وايلي فوق وايلي فوق وناقص زائد هم فوق موجب جوه سالب هاي تحفظها مره واحده بحياتك وانتهت. بس اللوكال مره الزد صاعد لي فوق مره الاكس رايح هيك شيء مره كذا النيجاتيف البوزيتيف بصراحه يدوخ. زين دكتور هذا اللوكال الجلوبال ثاني ابد ابد شوف بس قد ما يعني الاقامه ما تتغير. خلي بس هذا سؤالك حقيقه يعني هسه يعني مثلا بتحرك هاي تغير لو ما تغير هسه بس هو ما تغير يعني تغير الفيو مالتي هو ما تغير ترى مو تمام يعني قصدي خاف واحد في اليوم يقول ها شو طلع يتحرك هذا قال لنا ما يتغير قال لنا كذا فترى يعني يتغير كرسم يتغير اني من حيث اني منظوري اي هو ثابت ثابت ما يتغير زين نرجع هسه الان اذا احنا السلفيت شوف هسه ايش راح على هذا باعس الدايركشن هاي بدينا اول شيء بالاكسس شوف ايش يقول يقول هذا السلفيت باتجاه واي النيجاتيف هو هسه يقول هاي ديفولت هاي معلومات تلقائيه ديفولت باتجاه الواي نيجاتيف زين اذا الواي مو عمودي اذا يعني معناها لازم اشوف من هو العمودي زد يجوز الاكس هذه هسه المحاور الموجوده هي الجلوبال صح مكاتبها يعني ما ادري شو مكاتبها هسه راح نروح مكانات اخرى يكتب لك ترى تختار يا محاور تريد جلوبال لو لوكال لو كذا ومع الاسف اكو اماكن ما بيها جلوبال لازم تروح وين لوكال لهذا انا قاعد اقول لكم الاثنين لانه انتم راح في حشوف في امثله لا يعني ما خليها مخفيه عليكم مثلا انت بتحسب عزوم جدران عموديه ما تطلع بالجلوبال تطلع بس باللوكال بس العزوم بالسقوف الافقيه تطلع بالثنين بالجلوبال وباللوكال برنامج ترتيبه كون تعود نفسك عليه. هاي الحاله لا يعني هذا معناها الاتجاه هذا الفاكتور مو بس يعني معناها حتى يكبر ويصغر لا هذا معناها ايضا اشاره هي تدل على الاتجاه انه هذا النيجاتيف مال الواي والبوزيتيف مال الواي لي فوق لو يجوا نيجاتيف لا بس مكتوب نيجاتيف لا عفوا يعني اللود باتجاه عكس الواي يعني اشوف اي مثلا اذا هسه هاي المعلومه نغير بها لو هي مضبوطه مضبوطه ليش ان الواي لي فوق الموجب واللود الان باتجاه واي نيجاتيف اذا مضبوطه شكتب اد زين دكتور سد نعم عفوا اسئله مهمه هاي ديد لود في 1 و4 هاي بعدنا ما وصلنا للكومبينيشن 4 10 مو هسه بغير راح تجينا هسه اي اي راح تجينا بعدنا هسه اي اي لا هسه هاي اسمها كومبينيشن هسه معلش بس راح تجينا هسه شوف نضاف باعث سوى ثاني هسه كانه قبل شويه ضفت لود كي اسمها ديد لود وهسه هاي خطوه ثانيه سوت ضمن الديد لود ايش ضفت؟ السيلف ويت بس اكو يمه سهم احمر صغير اذا قاعد تشوفون هذا معناها المعلومه ما عرفها هاي المن علامه استفهام حمراء يقول هذه السيلف ويت المن تريد للسلاب بس للبيم بس كولوم كلهن شنو الجواب؟ نختاره ونسوي له اسايمنت يعني المن نحسب السلفويت عافيه احنا هو ده السلفويت هو لود واللود هذا موجود ليش نهمله؟ كنا نهمله مرات مثلا لانه احنا قاعد نحسب بلي انه هو قليل فحتى نقلل حساباتنا انا هو ده يحسب علم احنا ما نكلف كل شيء فلهذا بصراحه سلفويت اساين تو فيو راسا اول شيء بقى نسوي اكتيفيشن له ثم نروح اساين تو فيو ثم نقول اساين سؤال التاكد نعم شوف كله الان احمر كله اكتيفيتد نعم ليش سويت ليش خلي العمود لكذا جزء عمود ضخم جزء البيم بيهم هو يحسب اي يعني قلت احنا ما خسراني خساره هو بالواقع موجود بس
نعم. هسه إذا عرفنا السلف ويا شباب نستمر ويانا زين. هل الديد لود خلاص؟ خل أرجع على بنايتي يا بواحة، خفاني نسيت. أنا هذا أول شيء خل أفكر بالسقف، ما هو الديد لود اللي على السقف؟ سيلف ويف خلاص، اشتاجر وذني هالأمور هذه، هذه لازم أدخلها. زين هسه أجي أول شيء حتى أدخلها كرقم، خل أعرف إيش قد الانتنسيتي مالتها. هذا الآن السهم الصغير إيش قد مقدار هذا اللي اسمه مثلا روفينج لود. هسه واحد يسأل مثلا يقول هذه بيها كود، بصراحة هذه ما بيها كود، ليش؟ هاي هم سيلف ويت. انت روح شوف، انا بفضل دائما صراحة المهندس هو يروح يشوف الموقع ويشوف الخارطة المعمارية، مثلا ايش قد يخلون تراب تهوير، ايش قد سمك الاشتاجر، هاي المواد تدخل يعني مثلا بورسلين، ايش قد سمك البورسلين؟ سنتيم، يعني ماكو اكثر من سنتيم. انا اجي اقول والله سنتيم بورسلين مورتر ايش قد؟ مرات 8 10 سنتيم. هي هاي القضية اللي اقولها، يعني انت الان في تحسب، انت شنو عندك؟ سكنس في دنسيتي، سمك في كثافة. الان انت كنت تروح تشوف شنو التنفيذ والكذا والسمك والكثافة. طبعا يعني انا ما اقدر ابني على حالة قياسية، هاي واحد، ولا اقدر ابني يعني مثلا سيجي اكو تصريف مي وما ادري ايش وكذا، ما اقدر اجي ابني هماتين على اكبر شيء وعمم، لانه شوف كنا بنصمم بناية طابق طابقين ثلاثة بنحسب هاي الأشياء، بس مو رحنا على 10 طوابق وأكثر، قمنا ندور كل كيلوغرام نخففه ندور عليه، ليش؟ لأن أوزان تتجمع بالبناية، أنت تقول والله خلص في زايد، ما تدري هذا الزايد اللي طيته ينضرب فيه 10 طابق 20 طابق، الكوب ترجع بالعكس، تقول شلون تخفف؟ طابق تسوي ثرموستور من هالسوالف هذه، فلهذا هاي الأشياء خلينا نقول السلام. التراب التهوير، التراب ايش قد كثافه التراب؟ هو اكثر من 20 كيف في متر مكعب، 14 عافيه 18. زين هاي طبقات التسطيح، خلينا نجي طبقه تراب، تراب وفوقها مونه، هاي المونه وفوقها الشتايجر، قال هيك شيء. يلا خلينا نقدر، احنا عندنا الحمد لله خبراء المهندسين، هاي ايش قد تصير كافرج على كل السقف شباب؟ انا راح اخلي ما بيوزن لكم، بيوزن بس اقول فلان كود الوزن افرج. انتبه رجاء انه هنا تاخذ على كل السطح، يعني مثلا انت يجوز في جهه 15 وبعدين اخشم مرزاب ايش قد؟ زيرو. لا زيرو، المفروض صفر، زيرو المرزاب. فلهذا مثلا انا يعني رايي واتوحش من عندي اكيد اقول بوينت 1 هو فير بين بوينت 2 والصفر مثلا، وجه هذا اعتبره انت قاعد تنسى، راح تعتبره انت لكل السقف بينما هو متغير. اوكي اي احسنت. زين هسه هذول كلهم خلينا نقول المونه مال الشتاجر، والشتاجر فيهم كونكريت، كثافتهم كونكريت، يعني هذا سويل وهذا كونكريت، كثافته هذا 20 او 18 كيلو نيوتن على المتر المكعب وهذا 25. اوكي هذول ايش قد شو تقولون؟ مونه ولا 5 سنتيمات اكثر اقل؟ اشتاجر والمونه كافرج، ها هذا عدل يجي زين. بوينت 1 هم ايش قد لا تزيد شو القصه؟ هسه خلينا نحسب بوينت 1 في 2.5 مو خلينا نطلع كالكوليتر هنا
Okay, point one. في 20 plus point 1 في 25 4 ونص. شنو انا اخترت بالحسابات. اوكي فقد الجواب 4 ونص. هو يتراوح بين 3 ونص الى 4 ونص كيلو نيوتن كل متر تربيع. هذا مثل ما قلنا مو كود، ترى هاي الاشياء ارقام قاعد اكتبها جاست اكزامبل حتى هنا نجي ندخل رقم يمك انت. اوكي؟ ليش؟ بصراحه الكودات ما تروح على هاي الاشياء، اقول لك هذه بعد هو حسب الانهاء، شنو الانهاء موجود. ماشي. السمك في كثافه اللود؟ السمك في كثافه السمك في كثافه يطلع الوزن، فاحنا المونه والشتايجر يعتبرها كونكريت. ولا هي اقل شويه بعض الاحيان. ما بالغنا فيها. بالغنا اعتقد. الشتايجر ما يخلوا لمونه، قاعد هو كبر. احسنت مرات. فهو انا اشرب صراحه هسه ابراهيم شجعني، انا اخذ هذا دائما. وشفت هواي يعني بصراحه مهندسين ياخذون هذا مثلا او 3.7 يعني هذا، هاي هذا الرقم هواي مبالغ به. هسه عرفنا منين؟ احنا الان ما نريد نروح بالتفاصيل بس نريد نشوف الرقم اللي راح ندخله. هسه نجي الان البرنامج نروح الى ديد لود من جديد. نريد نعرف لود جيل بالديد لود. لا سوي تفعيل اكتيفيشن الديد لود واكتب اد. طبينا مره ثانيه هاي النافذه اللي بيها انواع اللود. خل اعيد. هنا بلا زحمة أول شيء نأشر هاي، نأشر الديد لود، نأشر اللود كيس ثم آد. يعني راح نضيف بالديد لود لود غير السيلف ويت. قاعد يفهم الفكرة؟ شنو نختار الآن من القائمة؟ اللود وين صاير؟ اتفضل. بالنسبة للسيلف ويت أي البرنامج أوتوماتيكيا مثلا أنا عندي السيلف ويت 20 سنتيم في مساحة هذا هو راح يحسب. هذا هو راح يحسبه أوتوماتيكيا بالنسبة من أسوي له رن أوتوماتيكيا. هو أوتوماتيكي أنا ما راح أحدد بس اعتمادا على ناقص واحد اللي هو مطلعه خلاص أو خلاص أنا علي الآن غير النفس اللي هو وزنه نفسه إيش عندي أوزان إضافية أنا راح أحددها. هاي ما تصح لها سوبر إمبوزد لود بالديد وباللايف وغيره. اوكي هسه بالديد الان ايش عندي بعد؟ قلنا عندنا التسطيح اللي فوق السقف. هذا شنو الان صاير؟ صاير على بليت، فشختار بليت لود. بس بصراحه اكو اكثر من طريقه حتى تذكروني بالجزء الاحترافي احكي لكم عليها. اكو اريا لود، اكو فلور لود، واكو بليت لود. واحنا هسه نقدر نختار اي واحده من ذني مع اختلافات بيناتهم. بس هسه الان شنو؟ راح اختار بليت لود وراح اترك المقارنات بينات وين؟ للجزء الثاني من الدوره. اوكي؟ اذا البليت لود فتحته شوفوا هم طلع بالبليت لود اكو انواع، مره مركز، مره شبه منحرف، مره متغير، هيدروستاتيك الى اخره. بس انا الديفولت علي من رايح اول واحد؟ لا يونيفورم يونيفورم. ويانا اللي هو فول بليت بالضبط. يعني هذا يونيفورم على فول بليت باشر هو سحلة براشر بالضبط. زين شنو المعلومات المطلوبة من عندي؟ هنا أول مرة اللي هو مرة تمر عليكم إنه أنت راح تختار لو جلوبال لو لوكال. مكتوبة قدامكم بالشاشة اكو لوكال واكو شنو؟ جي اختصارا. جي شنو يعني؟ سوري جلوبال جلوبال. فمن نقول جي واي هذا الجي واي الجو هذا. بس من نقول لوكال واي تتذكرون المحاور الحمراء الصغيرة اللي طلعناها البارحة؟ ما الالمنتات بالضبط. تدخل واحد هو واحنا راح ناخذ لوكال جلوبال اخذناها قدامك. واحد الجلوبال ويا اللوكال
ما نقدر. أكو أسعار اعتماد بال. تدري ليش ما نقدر؟ أنا أقول لك، لأنه إحنا هسه قاعد نحكي عن مثلاً شيء تقليدي اللي هو البلازا هيك شيء أفقية والكذا. إذا عندك جدران مايلة، عندك قبة زين، قبة كل البليت. عفية. إيش لازم لوكر أحسنت. أنا إيش قلت قبل شوي؟ قلت مرات مخيرين، مرات شنو؟ مسيرين. مجبورين يمكن شوي. زين. فإحنا قلنا إذا نقدر بنيان نختار جلابر روح على جلابر. هسا اختارنا أول شيء بقى جي واي. مو تنسى في اليوم أول ما بصراحة بنيان نشتغل ببرنامج ننسى فاللود يطلع. هو لي جوه رايح صفح رايح مدري ايش، لانه احنا شنو هو كان ديفولت لوكال زد، مو كان تكون بالديفولت غير منظومه. فانا بصراحه اول ما فوت هنا من الخوف قبل اروح اسوي الجي واي اسوي كليك عليها حتى لا انساها. اوكي، بعد شريف الانتنسيتي مال اللود. زين، شو اكتب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ عافيه، عرفناها بعدين. احنا جلوبال واي قدامنا هذا المحور، اذا ماينس 3.6. اد اجي سد النافذه اشوف ايه والله فعلا، بس هم نضاف ويما شنو؟ علامه، يعني هم يريد يعرف هذا وين مكان اللود. نحدد البليت. فاما نحدد بالويندو، نخلي كل البيت بالويندو. خلينا نجرب الويندو. شو ما يحدد؟ اي وانا قبل شويه بدايه سأله يمكن بقى بسرعه حكينا. شوفوا شباب الان لود خلينا هنا بدنا نحدد هذا اللود صاير على هاي البليت. اول خطوه شو نسوي؟ نسوي كليك هنا، نسوي اكتيفيشن لقيمه اللود دخلنا، سوينا كليك. ثاني خطوه شو نسوي؟ نحدد البليت. شوفوا ايش ما راح اسوي ما يتحدد البليت. ليش؟ لان هذا الكيرسر قاعد احرك هسه، هذا باعه هنا وين؟ هذا هاي الايقونه هي المتفعله، يعني انا قاعد اشتغل على بيم كيرسر بينما انا شريد احسنتم. هذه اللي وراها بليت كيرسر. لا بس مو انا احدد هذا، سوى عشان اخيش. ها لا بليت بليت وين ما شوي نغير كل مرة الفيو بعد شو الطوابق مثلا كوما عندنا سطح صاير بالأخير لازم بعد ويندو تأخذ سايد الفيو شو صار ناخذ الجحالات سعر طابق واحد من بينه. أوكي جي هسه الآن من أحدد بالويندو. شوف الآن ما سويته سايد الفيو، ليش؟ لأن طابق واحد، لو أكثر من طابق لا أضطر أسوي سايد الفيو وأخذ منظور بهالشكل. هسه إذا بعد خطوات أعيد، أول شيء هاي كليك عليها فعلا. اوكي، ثاني شيء اروح احول كيرسر الى البليت كيرسر، ثالث شيء بالويندو احصر البليت اللي اريد اخلي عليه اللود، رابع شيء واخير شيء لا مو اساين، ديروا بالكم اساسا. شو هنا هاي واحده من عيوب برنامج قد ما يتطوق وهاي حلوها راح حلوها لحد الان ما حلوها. شنو هي هذا العيب بالبرنامج؟ مع احترامي لهم صباحه طونا يا هدية البرنامج اليوم سيطرنا. اللي صار شنو؟ انه كان تلقائيا من اسوي سلكشن الى فتشي يروح هاي تتفعل اساين، كانت تذكر مطفية وتنعلب. هنا باللود المكان الوحيد اللي انت تكون بايدك تروح بالضبط. اعتقد بالسبورت هماتين ما لاحظنا هاي وايد غلط. اوكي، بعشان سويت اذا الخطوة الرابعة، إذا راح تكون الخامسة هي أساين. أساين تسلكت بلد؟ بالضبط. Yes. Yes. بالمناسبة ترى ورسمها لللود. بس أنت ما يبين عندكم. شو راح نسوي حتى يبين؟ شوف الأشياء اللي هي تزوم. خلينا نتعلم هيك بدربنا على الأشياء اللي تزوم بعض، لأن كلهن أشياء ما تزوم. هسه أنتم خبراء بالأوتوكاد. تعرفون هاي السوالف، هنا متخلف طبعا. دكتور هو لحد الان ما فتح عليه الكاميرا. اي ما يهم. اي عاد هاي سكيل مو مشكله، هذا السكيل مع الرسم. بس شنو انا اريد ابين هسه؟ مثلا اخذ هاي زوم ويندو. اريد ابين لكم انه هسه لو ازوم على جزء هو سوى زوم. لا مو هاي بالويندو اسهل لك. هاي زوم ويندو.
شوية رسم صغير الآن حتى رأيكم أنه هو ترى شو رسم رسم اللود. هاي أشياء تفيدنا لما تفيدنا في طبعا قلنا احنا رسم انه احنا ما خطأنا لا لي جوه لا عفوا لا لي فوق اللود لا الصفوح لا كذا يا ما احنا نعرف خطأ باللود منين من الرسم تبول هاي شباب اوكي الدرجة على الوضع الطبيعي هاي الايقونة اللي ترجع اذا اسمها display whole structure اعرض لك كل structure رجع زين بس احنا خلصنا الشغلتين تابع على الديد لود خل اروح اشوف البنايه مالتي خل اتذكر ايش عندي بعد وين هالبنايه هاي البنايه والله خل اشوف السطح هذا شكو بعد فوقها تانكيات مال ماي مولدات ايش خلي فوقها ها مولده زين وبعد شكو فوق السطح ها هسه شنو عندنا قلنا طبعا اسمحوا لي مولده نوخرها من ال احنا قاعد نحكي لا 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 ابدا مو هذا القصد مع احترامي على المولده لكن احنا نحكي ستاندرد الان ستاندرد شكو فوق السطح اكو الماي بس تانكي الماي حتى احنا من درسنا كان بس تانكي الماي كان بعد ما علمنا زين حتى طبعا طلع اوبشن المولده وشي انا ما اقدر اقول هسه المولده شلون نتعامل وياها ليش؟ هم اشكال مولدات كذلك الباكجز مال التكييف يدرى ابراهيم هم اشكال حجومها اهتزازها هذا بصراحه اقول علم قائم بحد ذاته هذا كلام طويل عريض بس انا اتذكر ابراهيم اقول لهم الماكينه مال التكييف هذه الباكج وزنها طن لو اكثر انا ليش ركز على الطن لان الطن شيء عادل تانكي مي قد وزن تانكي المي طن بس بالمناسبه من نقول تانكي مي مو معناها تانكي مي على كل يعني كل متر على تانكي مي ديروا بالكم كان واحد تانكي واحد لهذا فد مره ذكر بالصحن مال العتبه العلويه رادوا هم يخلون خزانات مي بس شنو خزانات هائله عملاقه كل خزان ما ادري يشيل يعني 20 طن وزنه كذا حجمه ما احكي هاي الاشياء نحكي عن شنو مكعب تيبيكال تانكي مي واحد بالبيت او اثنين خلينا نقول وعلى متر مربع او متر مربع بصفه وانتهت فنحكي عن هيك لود هذا اللود بصراحه مو ديد لود عافية تانك المي شالوه ودوه هناك اليوم فراغ امتلأ احسن فاذا هذا الان وخروه ايش عندنا بعد ديد لود فوق السطح برأيي بعد ما عندنا شيء خليش بعد وين نعم سلطان عفوا علي اكو لا يقول برج ما ضيوف احنا قلنا ستاندرد احنا ستاندرد كبير مع شلالات السيارات اللود اللي هو اب نورمال تروح تحسبه احنا نحكي ستاندرد هو بس ما انا جايكم البليت السلاب خلص نيجي الان البيم البيم شنو بي البيم ياخذ من السلاب هاي بالبرنامج ياخذ هاي مو يمنا وبعد شنو البيم وزنه هو السلف ويت هذا اخذه نجي الى هذا اللي ضفناه شباب هذا مرد المي اللي هو 0.12 في 0.3 في كثافة الكونكريت ايش قد يطلع في 25 ضربته اكتب يساوي شو 0.9 اوكي صحيح 0.3 في 0.12 في 25 اوكي اعيد .9 شكله مضبوط زين ارجع للبرنامج الان هذا شنو خل اشوف اول شيء اني راح اروح هم ديد لود اروح لللود كيس افعلها شوف شوي اللود يدوخ يراد شوي التركيز انا دائما حق بالدور الاحظ
باللود يعني الامور شويه تبدو مزعجه لانه اختلاف. فانتوا شويه ركزوا وياي على الخطوات. الان اول شيء افعل اللود كيس ديتيل هذه اللي هي ديد لود، واد اضيف ضمنها شو اضيف فرع بعد ثالث هنا جوا. بس يجي واحد يقول خو انت سوي لنا كل واحد من ذني واحده لود كيس، ممكن ما حد يقول لك لا. بس عفوا هاي صعب عليك انت العمل. ليش؟ لما نفكر اللود انا قاعد اسوي قاعد سوينا سله كلها اسمها شنو؟ ديد لود. حتى فكت بينه واحد لكل الديد لود. فاذا راح نصنف اللود كل سله شنو نخلي بيها؟ اللود المتشابه من حيث النوعيه. هسه قبل شويه من قلنا تانك المي ما خلينا بهاي السله، طلعنا السله وخلينا بالسله الجايه مع اللايف لود. شو اختار هسه؟ منبر لود. نعم. هذا منبر. نعم. بعد لود على السقف. شنو؟ اللي هو ثلث وزن الدرج. لا اكو درج. درج خارج. مرة سهلناها غير من ما استعلاماتها مو هيك. زين. بعد منبر لود هم اكو كوردينيتس. بس بصراحة هم الاكس والواي اعرفهم. عفوا الكلوكال والجلوبال اعرفهم، ولحد الان ما اعرف شنو بي يعني. بولار يعني محور بي، محاور بي هاي ما اعرفها شنو هي. نعم شنو هذه؟ هي يعني لا 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 محاور هاي. شوف هاي لوكال هاي جلوبال هاي شنو ما ادري. هسه الحمد لله الان ديفولت هو رايح عليه من ديوال الرعب والهذا ذاك بالبرشر. يبقى شنو انتنسيتي؟ لا انتنسيتي. طبعا ممكن ناخذ لود على جزء من البيم، انت مالك علاقه لان كل اوفن سبارة. ايش قد كان؟ ناقص بوينت. كله بعد هو قاعد يمشي جلوبال فناقص بوينت 9. هاي الستاره انضافت مو وعلامه استفهام. شلون راح نعينها؟ هاي بصراحه معضله. شلون؟ شو نسوي؟ أعيد نروح إلى dead load نقول add نختار member load نشيك إنه يا محاور global y intensity الشدة مالت اللود ناقص 0.9 دخلنا ناقص 0.9 ثم نكتب add هنا كليك add. ها مو حسبتها هسه قبل شوية هذا بالحاسبة ضربت بالضبط استار ضربت 0.12 في 0.3 في يعني وزن هذا الجزء. دكتور تقول كونكريت لمتر طول احسن متر مطول ولا كونكريت طبعا. طبعا مقياس كلش كبير لازم نقسم على ألف. انت تحكي على الرسم؟ على الرسم اي لا 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 مو احنا لا 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 مو احنا وحداتك كيلو متر متر اللي قدام برنامج كله كيلو متر متر ليش تو؟ اوه ليش؟ وين طب؟ هو ما عنده هو عنده خيارين كان لو مترك لو هو اخذ مترك مو بالمترك اكو شغلات باوند وكيلو ارجع بعدين عدل اكو عندك كونفجريشن بس ان شاء الله عدلها بعدين احنا وياك اوكي؟ فاحنا احسن احنا تذكرون قلنا كيلو متر ليش اختارينا حتى الارقام تكون اوكي. هسه نجي شلون راح نعين هنا؟ هنا بصراحه اول شيء سوى اكتيفيشن لهذا اللود ثم منظور جانبي ثم اوكي شو ما عتلك مطفي هذا لا شو اختار؟ ما انفعل استاذ يوصل عليه شنو ما انفعله؟ هذا هاي يلا فعلتها. من يعرف وين الغلط؟ الكيرسر غلط. ليش؟ لان انا ايش فعلت؟ فعلت بليتات باعوا هو شو يريد؟ مو انا قايل له منبر لود يريد بيم مفعل ما يريد من عندي شنو؟ بليت مفعل. شلون قاعد افعل البلاي؟ عفيه خليه على السهم احسنتم خليه على السهم تشي هسه سايد فيو سيلكت تشي هاي الاوتو سيف مزعجه اوكي هسه تلقى مو اها اساين
يس خم باوع السر رسم. شوف الآن شلون البرنامج ينبهك أنت حتى تتأكد باوع السر شنو هذا لونه شنو أزرق تروح على هذا شو يصير أزرق حتى هذا الآن تسطيح هذا الآن ستارة أوكي ماشيين الأمور مرة لخ بس مجرد كليك على قصدك وين ها إلا هي بس بس عليها سوي كليك بعد شكو ديدلود فكرونا إذن بعد ماكو ديد لود ضمن المثال مالتنا أوكي نروح المنسة لللايف لود بس هو قلنا شنو اسمه هنا روف لايف لود مين نروح احنا عندنا بهاي لود كيس جديدة فإذن أروح إلى لود كيسز آد شوف العداد صار 2 التايب شنو هو روف لايف روف لايف أوكي وجهنا أسمي ها لا خط قديم عيني قول بعدنا بعدنا ما اخذنا عندني احنا بدنا ناخذ بس شلون نسوي الود كيسز وين وين اوكي صوت الساعات هذا الجو اللودينج تايم هذا سؤال حتى انا مهم بس مهم اكثر شيء التصميم بس احنا ما راح ندخل بالتصميم لكن خلينا نوه لكم عنه اللايف لود بصفه احنا عاده بصراحه ما يصير وقت ندرسها للطلاب انه ريديوسبل شنو يعني ممكن تقلله شلون لا مو هيك اسف اكرم حتى احنا شو نقول اللايف لود هو متحرك ممكن يكون في جزء من السقف شلون قلنا خزان المي ممكن يكون شيء بهالشكل تيجي يقول لك واحد مثلا هسه الان عندك انت بنايه من مثلا 20 طابق هل معقوله كلها فول لايف لود في نفس الوقت ممكن تقلل إلى علاقه بعدد الطوابق كذا هاي واحد اثنين مثلا عندك المساحه كبيره جدا انت ايش قاعد تسوي انت قاعد تحسب اللايف لود على كل مساحه السقف فعندك انت مثلا في قاعه كبيره صاله مفتوحه كبيره فاكو امكانيه حسب الكود انه ممكن شويه تقلل من اللايف لود كل ما شنو تكبر المساحه لان احتماليه ان تكون فول هيك مساحه كبيره ضعيفه واضح هذا معناها ريديوسبل هذا ايش يشير لك UBC IBC شنو ذني UBC هو Uniform Building Code كود المباني الأمريكي اللي هو آخر إصدار كان 97 وبعدين انلغى ليش انلغى لأن طلع بمكانه في شيء اسمه IBC International Building Code عشان في أمريكا سنة 2000 ومن 2000 مستمر إلى حتى 2015 صدر أيضا International Building Code شنو الفرق بين International Building Code وبين الـ ACI Code من يعرف؟ كويس كان شو على الـ ACI على الكونكريت أحسن بينما الـ IBC building
حتى على الوايرات، حتى على كل برغي، كل شيء له علاقة بالبيلدينج. لهذا هذا الاي بي سي فتوت كود ضخم كبير بهالشكل. عشان اعتمد في بعض الدول الاي بي سي اكيد طبعا اعتبار انه امريكا اعتمد مثلا بالامارات. نعم اكيد يعتمدوا. ليش؟ لانه هو صح حتى الامريكان سموه انترناشونال بيلدينج كود، يعني ما انتوا ناشونال بيلدينج كود، يعني حوله قبل 5 سنين دولي. اي هذا كود لانه شنو؟ حتى اللي يجي يشتغل بالمباني. بس شنو؟ بالرغم انه هو ضخم، لكن مثلا يجي خلينا نقول شابتر خاص بالكونكريت يقول لك روح للاي سي اي، لان هو يحكيك على كل شيء بالبنايه، فما يقدر يحكي بالتفصيل. مثلا شابتر خاص بالستيل يقول لك روح اي اي اس سي مال الستيل، شابتر خاص مثلا بالكذا، كل شيء يخص البنايه من الاساس الى الانهاءات الى الكهرباء المجاري المي. اوكي اذا اعطيكم نسخه مال 2015 اذا تحبون. زين هسه جاوبنا عليها مو سلطان، بس نجي لايف لود. هسه شو اسوي؟ انا هو اكو لود كيس روف لايف لود، بس شنو كل شيء ما بيها فارغه. قاعد تشوفون راح اجي هسه افعلها كليك اد، راح اضيف بطنها شنو عندي لايف لود الان. هسه انا شوي هنا كنا نحكي زين ذكرنا الكودات، لانه هسه اللايف لود ما اقدر اجي واحسب كثافه وما ادري ايش. مو ما اقدر شنو يعتبر نوع البنايه، يعني شلون تستخدم مدرسه ومستشفى. اها اللايف لود يعتمد على نوع المبنى. زين مثلا قلنا مدرسه، شلون منين نجيب الرقم؟ اي يعني عدد الطلاب وعدد الصفوف، يعني بها كم اكو اي لا قصدي من يحسبها؟ اهم اكو يعني كود اياك فد يوم تحسب لايف لود بيدك. تجي تقول كم واحد قاعدين بالله بالدوره، كم كرسي، كم شنو ذا، دير بالك. ليش؟ لان لايف لود بيفت فلسفه بصراحه عميقه مبنيه على ضيات احصائيه وما ادري ايش واستعمال البنايه والى اخره. فاللايف لود ما نحسبه، لازم ناخذه بيست اون كود، كود معترف به بالمكان اللي انت قاعد تصمم او تشتغل به. شنو هي الكودات الموجوده لهكذا امر؟ نجي نسوي شيء نبدي محليا لو عالميا. لا عالميا. لا مو الاي سي اي، اي سي اي هم ما ينطيك اللود، اي سي اي ينطيك شلون تصمم الكونكريت، بس اللود كنت تروح تجيبه من الكود الخاص باللود. طبعا بامريكا بصراحه اشهر كود لللود هو هذا. هذا minimum design loads for building and other structures. من مسوي الـ ASCE American Society of Civil Engineers. طبعا هذول ASCE هم عندهم فرع من عندهم تابع لهم اسمه Structural Engineering Institute SEI. هذول هم اللي سووا هذا الكود سنة 2010 هذا الكود صدر. الآن يصوتون، طبعا شوف قصارهم مو أشهر مثل سنة، يصوتون يوميا وماخذين رأي الأعضاء والناس وببليك وفيسبوك وأشكال وسائل، يريدون يغيرون بعض الفقرات بداخل هذا الكود. يعني الكود تعرفون من يتغير راح يغير كل شغل الأرقام البي. هذا الكود خاص لللود، يعني درس الطلاب دائما يعني أشير إلى وأنطيهم يعني نسخة وكذا إلى آخره. شوف شنو الفصول مالته، كل أنواع اللود شلون تحسبها. إحنا هسه شنو عندنا يا لود؟ لايف لود. نروح على الفصل الخاص باللايف لود، لانه حقيقه هو 600 وكسر صفحه، وانا اقول لكم هو ثلثين تقريبا هو للويند لود والسايزميك لود. يعني شنو عفوا؟ لا يعني هو خلاص ما يحتاج انا اعرفه. اللايف لود طبعا يعني فصل صغير ومو كلش كبير، لانه احنا بصراحه اهم شيء بالفصل هو هذا التيبل. استاذ فؤاد تفضل هسه قبل شويه انه occupancy or use، ما هو استعمال المبنى، المن يستعمل. طبعا صح بالنسبه لنا المبنى هو روف، يعني احنا قاعد نحكي عن طابق في المبنى. تعرفوا المبنى هو بيه فلور وبيه شنو؟ روف. فلور يعني ارضيه بالمبنى اللي هو حسب الان روف. الروف خلينا نشوف الان الروفز، هاي روفز الان اكو فقره كامله هي شنو اسمها؟ روفز. فلات الى اخره، يوزد از جاردنز، موضه جديده الان يوزد از جاردنز الى اخره. اوكي زين احنا هسه لا روف عادي بهالشكل فلات، يمكن هو اول واحد. زين هذا هو اللود.
الرقم اللي مو قوسين بالباوند بير سكوير فوت بير سكوير انج فوت سوري فوت واللي بين قوسين كان يطلع على متر. زين وين احنا مالتنا؟ خلينا نشوف مكانه روف خلينا نرجع نشوف الشكل. ايه هاي اه 0.96. اذا هذا هو الرقم مالتنا 0.96. بصراحه ناخذ دائما واحد اخو الواحد اوكي يعني هاي يعني 0.96 او واحد نفس الشيء واحد. زين على موجود عشان دروب بوكس خلي تشيك. جيد زين ذكرتني من هذا الدروب بوكس الملف مالتكم استاد برو جروب لا غيره خلي منها انسخه وخليه بالدروب بوكس حتى آخر شيء هم. يلا جاي بعد خليني هماتين هذا هم آخر نسخة وهذه الملحقة بالكتب للدلي ها والآي بي سي هم شوية طمعتوا ترى أساس متكلف شيء لا إحنا خلينا نصدق يعني هم وها فعلا خليهم كلهم لسه إن شاء الله يعني دني أنا كتب يعني جامعة بالكونكريت وشوية حديثة شيء زين إيه وآي بي سي 15 وبعد شنو قلنا إذن هذا والكود مال 2011 وهذا نوتس اللي هو شون هذا 2008 خلطيكم 2011 هذا حديث كود عراقي شو تسوون به خيولي هذا ما أشرناه وبعد شنو اللي أشرناه هذا هو مو تقريب كوبي لا بعد مو ابروفد خلينا صار مستر ابروفد حماتين نبدي نحكي فيه ان شاء الله زين بس اكو كود عراقي اسمه كود الاحمال والقوى مدونات الاحمال والقوى هم ارجو ان تطلعون عليه وتشوف سمع عندي وقت مدونات الاحمال والقوى استوى ايه بس هو هم اعتقد بعد مو ابروفد اعتقد مو هو احنا لازم يتعمل لانه حتى شوي ينضج اكثر يتعمل بعد يشتغلون به شيء يصير ابروفد قسم كمل قسم بعدهن اوكي زين بس واضحه اذا القد واحد مو واحد اوكي خلينا نغلق الكود بس الان اهم استنتاج انه احنا لايف لود لازم بيست اون كود ما ناخذ بكيفنا ابدا زين هو زين شنو هو اللايف لود؟ بليت لود منبر لود شنو؟ وين صاير اللايف لود؟ عليه من؟ على بليت لا تختار بليت لود جلوبال واي والرقم ايش قد؟ سالب واحد هذا هم نضاف بعلامة استفهام بريشر بليت بليت بالضبط بريشر بليت بريشر اوكي يونيفورم وهاي بعد نفس الخطوات اللي قلت عليها الخمسه اي بهالشكل واحد واحد انت بوينت اكس كيفك تسلم على بوينت ماينس واحد بهذا انا عرفت الديد لود واللايف لود مالت الروف بعد ما عندي الان غير لود بس بقى شنو اسوي فاكتور اوف سيفتي للود اوكي زين بس شو اسوي قلنا انا عندي الان لود كيسز بس انا لازم هذه اضربها في فاكتورات واجمعها ليش خل ارجع على الكود هاي تذكرون هذا الاي سي اي كود شو اسمها هذه لود كومبينيشنز هاي الكومبينيشن الاولى 1.4 في الديد لود الكومبينيشن الثانيه 1.2 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود يعني اللود كيسز مو بس اكبرها اكبرها واجمعها مع بعضها لهذا شنو اسمها هذه لود كومبينيشنز هي بصراحه هذه ايش قلنا احنا اللود لازم مبني على كود لانه انت تجي هسه عندك مثلا زلازل ورياح ومطر وجليد وفلات فيضان وشنو حيث انه ما يصير بوقت واحد
عشان دائما مثل اقول هاي الا يوم القيامه بس يلا يصير كل اللود وقت واحد زين بيصير عندني يعني ممكن يصير مثلا زلازل بس ماكو رياح هذا سوش فو كومبينيشن ماكو دبليو والاي سوى ابدا زين واحد يقول احنا مو قلت لنا البارحه سيف سايد وهيك ونحمي نفسنا وشوف اخواتي روح ضيفين كلهم بس طلع بنايتك رهيبه هائله كل عمود 10 امتار في 10 امتار يعني ما يعني مو براكتيكال ولا ايكونوميكال ولا يعني مقبوله بصراحه. فاكتور اوف سيفتي لان قاعد تكبر عن الواحد. زين هسه اوكي هاي شو اسمها؟ كومبينيشنز. شلون البرنامج راح يسويها؟ او شو يسميها خلينا نشوف. لود كيسز ديتيلز نرجع للبدايه. الخطوه الاولى اللي ضفنا بيها لود كيسز، المره راح نضيف لود كومبينيشن. نقول اد. هسه الان العداد ما لنا علاقه بيه. مباوع وين؟ ها عندنا نوعين ديفاين كومبينيشن واوتو لود كومبينيشن. قبل شويه انا اشرت لكم انه ممكن انت هاي ال 1.2 وال 1.6 وما ادري شنو انت بيدك تدخلها يدويا. واسوي لكم هاي شوكت وكذا انا فيها حالات عمليه. واوتو هسه نبدي بالاوتو. اوتو اوكي اوتو لود كومبينيشن. من تروح اوتو باش تلقى يقول لك شو تريد يا كود؟ اي سي اي، اي اي اس سي، يو بي سي، اي بي سي حكينا عليهم هذول كلهم، بريتش معلوم، ام بي سي سي منهم من يعرف؟ لا مو هندي، ابراهيم الام بي سي سي مر عليك باعتبارك كندي، كود الكندي، انديان بعدين مبين سنب يمكن ما اعرف عندكم روس روسي اوكي ام بي سي ناشونال بيلدينج كود هذا هم امريكي ملغي واي بي سي 2012 بس واحد يمكن يسال يقول بعض الكودات قديمه بعضها ملغيه شيء هو شنو الان احنا دائما نقول هو يفكر باليوزر فلهذا تشوفون من يعني يجي يحدث بس قريبا راح يجي يحدث كودات يحذف كودات الفكر اليوزريه واحنا قلنا المهندس يشتغل 40 سنه هذا يعني سوالف شويه نخرج شويه صغير عن الموضوع حتى بالتعليم التعليم الهندسي تغير فلسفته قاعد راح يتقلل دروس مال الديزاين ومال يقول لك انت تدرس شيء بال 40 سنه راح تطلع 50 طريقه جديده اصلا هو ما دارسها يعني سلام ابراهيم ايش درس وايش دا يشتغل فرق كبير حتى اني استاذ فؤاد السيد ابو هاشم مهندسين القدماء احنا الشباب فلانه ندرس شيء والكود يتغير، بس شنو اللي ما يتغير بالهندسه؟ المعادل الرياضيات، مقاومه المواد، الميكانيك، الفيزياء، المدري شنو، لهذا راح يصير شويه تقويه ذني اكثر بعد، هسه في اليوم راح تتفاجئون تخرجوا خصوا ساعه قبل راح نضيف قريبا فيزياء وكيمياء لكليه الهندسه. راح ينضاف قريبا درس فيزياء ودرس حتى اعتقد كورس يكون. ليش؟ يقول لك هذني البيسكس هذني بعض يعني صعب ان نقدر او يتغير فمهندس المستقبل حتى يكون قادر ان يعلم نفسه بنفسه لطرق التصميم الجديده المتغيره المتبدله في 40 سنه من عمله في حياته الهندسيه لازم يصير قوي بيما بالثيوري وين ثيوري بالبيسك ساينسز يسموها هذه بيسك ساينسز مثل حتى ستراكشر هم طرق الستراكشر هذه كلها تقريبا احسن هاي كلها بالاولى والثانيه ثالث رابعه بده يصير يسموه يعني سلكتيف وكذا ان شاء الله نتمنى حقا ان نصير في دول العالم اوكي الامتحانات يعني بالامتحان البي اي والاف اي كيمياء وفيزياء موجودات لطيف انا ما مطلع والله على منهج الامتحانات هذه طبعا احنا استاذ درسنا هذه اولى وثانيه صدق جميل احنا بصراحه حتى احنا تذكرت ندرس كهرباء ندرس بعدين احنا ورانا درسنا كهرباء وثرموداينامك درس ثاني وانا سيفل انجينير ابو هاشم خدمات بناء ايضا انا كنت يعني هسه بصراحه راح يصير رجوع الى ذاك زين اذا احنا اكو نختار اي سي اي طبعا شو اقول له هسه جنريت لودز اي هو تيبل 1 نفسه تيبل 1 ما راح نحتاج غيره جنريت لودز شوف ايش سوى هسه سوى خمسه كومبينيشن اي ابقى على اسوي هذا كل شيء بس شنو اذا ارجع وياك على الكود شوفوا شباب كم وحده خلينا نحسبهم
اذن باقي اثنين مو ها فدوا يلا لا ارمتهم وين راح الاثنين البقيه اوكي خلينا نجي نقارن واحده واحده هسه الاولى شنو 1.4 في الدب دول هو هسه سلطان ستيب باي ستيب ويانا على كيفك زين ف هنجي الاولى شنو هي هنا شنو واحد لود مع هذا الرقم شنو معناه لود كيز واحد مضروب في 1.4 يعني هسه اول رقم واحد هو الكومبينيشن رقم واحد ثم نقطتين شارحه لود كيز نمبر واحد مضروب في 1.4 اذا هاي الاولى خلينا نشوف هنا الثانيه شنو هي ما يقدر يقول لي الثانيه شنو هي dead load عفوا لا combination number 2 load case number 1 اللي هو dead load مضروب في 1.2 زائدا live load roof مضروب في شنو 0.5 خلينا نشوف بالكود شوف الثانيه بابا 1.2 في dead load هاي وين هالعدد لان ال صفر ال صفر لان roof live load رمزه ترى ال سب ار ال ار واضح لو ازوم بعد اكثر أكرمك شوية بنزل هذا كلام شوفوا شباب ال ار هو الروف لايف لود ال هو اللايف على الطوابق الاخرى انا ما على طوابق اخرى ايش يصير هذا صفر اذا هذا ما هو صفر اذا 0.5 في شنو ال ار جليل ماكو على الواو انا الجليل زين ار رين هم ماكو ار مضر رين شوف ايش صارت 1.2 دي زائدا 0.5 في ال ار واضحه مو؟ هذا ولا حكي دكتور هذا الحكي بالكود لا هذا يعني احسنت مو انا ايش بدي اسوي شيء اريد اقارن حتى ويا البنايه مالتنا يعني شوفوا هسه الان هذا ماكو كله ماكو وهذا صفر ماكو شلون اسوي اوكي هذا القوس نعم هاي نحتاجها بعد هاي الثانيه بعد احنا خلينا نشوف ياها اللي راحن الثالثه شنو تكرر ارجع للثانيه ولا ازحمك ايش بيها لا لا اوكي واحد في 21 2 في 1.6 شنو 21 واحد في 10 في الديد لود أي زائدا الكيس نمبر 2 في 1.6 تقصد على الثالثة وين قاعد ترجع الثانية الثانية المعادلة الثانية هاي الثانية 1.2 في الـ 0.5 هاي ماكو صفر هذا ال صفر ال صفر هو هذا ايش مكتوب عندك ها بالبرنامج عندك غير شكل ايش مكتوب الثانيه مكتوب 1 في 1.2 و2 في 0.5 مو شيء لا 1.6 الثانيه ايش اقرا لي اياها بالله اقرا لي اياها 2 اي وهذا رقم 1 1.2 بالعشره اي صفها 2 وصفها 1.6 اي هسه انا ما تقديم تاخير هاي الرابعه عندنا احنا عندنا الرابعه 50 اي بعد ما ادري شو التقديم تاخير صاير اي زين هسه حتى ما اطول بهاي النقطه بصراحه ليش صار 5 مو 7 اكو 2 طلع نفسهم تكرار فهو يحذفهم واضح اوكي حتى ما احنا وحده هذا بصراحه راح اخذ وقت يعني بدون داعي انتم تقدرون بعدين بالبيت تتدربون عليها ماشي زين هسه خلينا نروح على البرنامج اذا اد شوف مضافا باعوا هسه اكو ال واكو سي الال هي اللود كيس والسي هي شنو هي كومبينيشن كومبينيشن زين اني مثلا اريد اصمم الاساس بعدين شلون اصمم الاساس يعني دارسين هندسه الاسس الرابع يذكرون الاساس بتصميمين تصميم جيوتكنيكي تصميم انشائي التصميم الجيوتكنيكي اللي هو نعرف من عنده مساحه الاساس ونوع الاساس هذا يعتمد على سيرفيس لود يعني من نجي نقول نحتاج اساس مساحته مثلا متر في متر جوا العمود هذا من حسبه من فاكتور اللود الجاي على البنايه من حسبه نحسبه من سيرفيس لود بدون امان
شو هاي غريب، والأثاث أهم شيء، شلون بدون أمان؟ من يعرف الجواب؟ ليش أصمم الأسس أشيل أمان لازم لللود؟ لأنه بيرنج. إيه أوكي، فشنو؟ البيرنج. شبيه بيرنج إيه؟ شو نحسبه زين البيرنج؟ شو نحسبه؟ من التربة. سويل. من يتحرون بالتربة. شو يحسبوا هذا البيرنج كاباسيتي؟ من يحسبوا؟ هم يخلون معامل أمان. وبصراحة معامل أمان مع التربة ثلاثة. شوفونا احنا قد الارقام مالتنا 1.2 اكبر واحد 1.6 هناك مثلا يكون تربة تتحمل 30 طن على متر مربع، شو يقولون تتحمل ايش قد؟ 10 على 3 قسموا على 3. فبعد ماكو داعي الامان اي اعيدها مال الثلاثة بين الكباستي. انا اجي ارد اسوي اسس مالتي، ارد اعرف التربة كيف تتحمل لود. شلون اعرف؟ لازم اجي اقسم اللود مال العمود على تحمل التربة، يطلع لي مساحة الأساس اللي أحتاجه، أوكي؟ حتى ما أتجوز. هذا تحمل التربة شو اسمه؟ يصيحوا له bearing capacity. مين أجيبه؟ لازم أجيب مختبر متخصص فحص التربة. يجي يأخذ sample سبعة. شو هذا؟ طريقتهم penetration بالطرق بالمدري شنو كذا. بعدين راح يطيب لك شيء recommendation من نهاية التقرير report. يقول ترى التربة تتحمل 10 طن على المتر المربع. أنت أعرف إنه هو بالفحص طلع له قد؟ 30 وهو خلى فاكتور اوف سيفتي 3. لان الاسس خطره وتخوف، فدائما الفاكتور اوف سيفتي مالتها هو اكبر شيء. ثلاث مرات يعني او مقسمه للثلث التحمل. اوكي سواء على الفكره زين. انا شرط اوصل، ارد اوصل الى فالتطبيق عملي. نحتاج احنا الان نجمع اللود بدون فاكتوره، يعني نسوي كومبينيشن جديد إن على اجتهادنا اللي وقع في هذا خاص بالأساس يفيدنا لللود بس مضروب في واحد بدون فكتر. شو راح نسوي؟ شوفوا load cases detail. نرجع للبداية هاي الأولى. add جيد. هسه شو نختار؟ ما نختار auto load combination، نختار شنو؟ define combination. طبعا هاي هي اللوحة مال define combination. هسا انت فاكتب اللي يعجبك. انا ما اريد افكتر اصلا، انا اتنحت شنو حتى ما اريد افكتر، اريد اجمع الديد لود والروف لايف لود وهم مطلوبين في واحد بلا فاكتر. فاول شيء الاسم، اسمحوا لي هنا حتى اذكر نفسي، راح اسميها سيرفيس لود لودز. هاي تذكرت. اوكي هنا باع يسألني شلون تي طريقة الجمع؟ هاي نورمال اكو جمع، اكو جمع SRSS، اكو جمع ABS، ثلاث انواع للجمع اكو. انا ما راح اجمع حتى اذكركم dead load و roof live load. وانا اسألكم شلون نجمع؟ يكون جمع جبري غير اوكي نجمع واحد ولا شلون نجمع قابل، بس هو ممكن شلون نجمع؟ هذا نورمال، هذا اسمه نورمال. اوكي زين، ممكن شلون نجمع ABS؟ واضح ABS شنو؟ Absolute Value بدون إشارة، يعني اللي رايح لي فأقول لي العكسة يجمعون سوا، بينما يقول جمع جبري إذا واحد عكس الله واحد شي يسوي بالغلاء. هذا الفرق بين Normal و ABS. أوكي بقى SRSS اللي هو Square Root Summation، يعني هو جذر مجموع الجذر التربيعي لمجموع المربعات. شلون تراهم مثل المحصلة عافية. اي جذر التربيعي لمجموع المربعات. هذا بصراحة هم تقريبا يسوي فد شيء مثل المطلق بس طلع مثل المحصلة مثل ما قال سلطان. بالمناسبة احنا ما نحتاج لا ابسوليوت ولا احنا شو نريد الان؟ نريد نورمال، لان هم اثنيناتهم جرافيتي لود اثنيناتهم رايحين بالجو. اوكي اذا هو نورمال. هذا نعم أي حالة نستخدمها؟ هذني دائما باللود اللي هو مثلا شنو أفقي، يعني مو لود مثلا جرافيتي أو كذا، مثلا لود أفقي. إيه مو شنو إحنا بمناسبة رغم مو نجمع اللود، إحنا هذا من راح نسويه راح نجمع نتائج لود. هاي قضية مهمة يا شباب، يعني لازم نعرفها بالمناسبة. إحنا استشار راح نسوي ران، يعني كملنا راح نخلص نسوي ران.
احنا ترى البرنامج هو ما راح يجمع اللود. خلي بالكم برنامج شلون يشتغل، سر من اسرار البرنامج. احنا سمون طينا ديد لود، لا لود كيس ديد لود، راح يحل المنشا كامل بس ديد لود، وطلع العزوم وطلع كل شيء وطلع الارقام، يضربهم بالفاكتور اللي احنا رايدين. مثلا خلينا نقول طلع بيند مومنت بنص هذا السلاب، راح طلعها من ديد لود وضربها في 1.2، راح حل المساله من جديد لايف لود وطلع البيند مومنت بنفس المكان وضربها في 0.5 مثلا من شفناه 1.6، وهني المومنتين جمعهم يعني يجمع النتائج وليس يجمع اللود. راح تستغربون يقول ليش دي يسوي هيك. الصراحة اقول لكم ليش. شوفوا خلنا ناخذ في الكيس هذه، خلنا ناخذ الان ريتيننج وول، يعني دارسين الاسس راح يعرفون انه هذا الشيء اكو اسمه ريتيننج وول. عندي هنا مثلا مستوى تربه كذا الى اخره، وهنا مثلا عندي نهر شو شنو او مستوى ثاني من التربه، هذا ريتيننج وول. شنو عندنا اللود هنا؟ اللود راح يصير اكو دفع افقي مثلث، هم ان شاء الله نتعلم عليه زين. وبعد شنو عندي لود؟ عندي وزن الوول الدفع بالجهه الثانيه. هاي لود يعني قدامكم اوكي. طبعا اعتقد هسه بالنسبه للكود يسميه هذا اتش الكود، بس البرنامج يمكن يسميه سويل، راح نحكي عليه بوقتها تسميات. اجمع اللود لا انا غير هاي بس انا قصدي احسن اجمع من يقدر يجمع اللود. ماكو واحد بالعالم لا ما اللود ما ينجمع. انا ما اريد المحصله عفوا، اريد انا اريد يعني اللود هو، ما اريد محصله، اريد اللود مجموع اللود يعني. لهذا احنا اول ما طبينا الكليه من علمونا انه اكو سيجما اف اكس صفر، سيجما اف واي صفر، اكو سيجما مومنت صفر اللي ممكن اللودات شلون تختلف يعني تسوي مومنت. لكنه ما فد يوم جمعنا لود افقي ولا جمعنا عمود وياه، ما ينجمع. لهذا من مين جمعا يعني شلون؟ انا اريد مثلا اصحى النتائج اللي اطلع على نفس الستركشر، لكنه اللي ينجمع شنو؟ تاثيراتهم. مثلا ايش قد المومنت هنا فرضا؟ هذا شيء يسوي مومنت، هذا شيء يسوي مومنت، اجي اجمعهم سوا. لانه هذا يسوي مومنت بيندنج مومنت، وهذا هم يسوي بيندنج مومنت بنفس المكان، اجمعهم. هذا يقول كومبينيشن. هو هذا معنى كومبينيشن بالضبط. ارجوكم بالكود، هذا معنى الكومبينيشن. بس احنا بصراحه هي هاي شويه الخلل، من ندرس ما ندرس لود افقي يعني، الا هاي امثله قليله، ندرس في شيء اسمه جرافيتي لودنج، اللي هو اللود شنو؟ كله جذب ارضي، كله للاسف. فشو نسوي؟ اول خطوه بالسؤال نجمع اللودات. بينما هي البرامج ما تسوي هيك. صار فحص هذه؟ اوكي. زين. فنرجع الان هسه احنا شو نريد؟ نسوي سيرفيس لود. هذا هو الفاكتور اللي ينضرب واحد. شرد اجمع الثاني؟ اختار هاي واوديها على اليمنى، واختار هاي وهم اوديها على اليمنى بالسهم. الاولى والثانيه. فشنو صار؟ كل واحد راح تنضرب في واحد وتنجمع ويا الاخ. اد شوفوا ايش صار هنا، شوفوا انضافت وحده اسمها سيرفيس لود، اللي هو لود واحد اللي هو الديد لود ينضرب في واحد، والروف لايف لود اللي هو الثاني ينضرب في واحد وينجمعون سوا. فصار عندي كومبينيشنز 1 2 3 4 5 وسادسه. اي نعم سواد سته خلاص سته ويا السيرفيس لود. مثل ما قال الاستاذ ابراهيم السادسه خاصه للاسس والبقيه لمن؟ لتصميم باقي المنبس. هاي بهذا خلصنا اللود زين. أصعب هذا البرنامج يا جو؟ ما أقدر أقول أصعب شيء، شوي بها دقة، دقة شوي دقة وتفاصيل. يعني أنا لاحظت أني حتى المتدربين دائما يعانون من اللود، يعني يمشون شوية بسرعة بالبقية، هاي الديفاين والمقطع سهلة، بس مين يجي على اللود جيران طريقتي ما أدري شوية هم تشعب تخاف زايد. أنا دا أحاول أسوي كلش يعني as minimum as possible، يعني أقل شيء إنه بس dead وبس live وستاره صغيره وفي التانكي عم نشرب ما يخاف نعطش زين. اوكي
إذا بلا زحمة هسه ننزل يعني ولو ماكو شاشة بس ننزل إلى ماتيريال أكو جواها. لا سوري لا خلصنا هسه هاي اللود. أكو جواها ماتيريال قاعد تشوفوها سووا كليك عليها على الماتيريال شوفوا شو يطلع لكم جوا القائمة اللي على اليسرى. مو عندنا قائمة على اليسرى مع اللود آخر شو تذكرون كان هو ديفولت ياخذ كونكريت فش اخذ كله كونكريت بس خلنا نجي رامج الكهرباء لقيتوها لا خوش سؤال حقاً يعني أسئلة جيدة إنه combination ماكو assignment بعد ليش؟ لأنه الassignment إلما للload case لأن قلنا combination هو النتائج بعدنا ما اعتقد يطلع شيء الا نسوي ران يلا يطلع معلومات وهاي بس احنا ان شاء الله عندنا جزء من الشيء راح نوضح شلون نعرض النتائج شلون نستفيد منها فراح تشوف شلون نسوي هاي الاشياء هسه اراويكم شباب بس احنا كنا هنا باللود خلينا نرجع على مجلس الكهرباء هسه الان نروح ماتيريال هاي ماتيريال اللي ما اعرف مكانها هاي ماتيريال شوف الان هسه كله طالع كونكريت شو نبي البرنامج سألت يمكن ستيل ستينلس ستيل الومنيوم كونكريت ما بي لا طابوك لا تمبر اذا كنت تعرض له لهذا بي شنو كرييت راح نخليها بالجزء الاحترافي نجي نتعلم شلون احنا نسوي ماده عند طابوك شو اعرف لازم بالضبط عافيك وانا اعرف نحكي ان شاء الله شنو مواصفات هسه يجي واحد يسالني يبي هاي صارت كلها كونكريت وحدها ليه ما كنا نعرف له بروبرتي اللي ما معرف له بروبرتي مضبوط شوف هنا هو معرف راسا كونكريت زين خلينا نستمر لانه حمل وقت بقى حوالي ثلث ساعه حتى نكمل الملف هسه جنرال كلها كملناها من الطول للطول كملنا الريكوايرد اللي بيها نروح هسه اللي جنرال بعثها شنو اناليسيس بريس طبعا احنا بصراحه شفت حد هاي النافذه هنا اللي على اليمين هذه الان كل الفعاليات اللي سويناها هنا أنا مخزونه لا هو قاعد اشرح ما سوينا شيء راح نسال اناليسس شوف هاي كلها الان اللود والكومبينيشن والسبورت وكذا كلها هنا موجوده نعم هذه بصراحه الخطوه مجرد نعطي امر للتحليل للرن شلون نكتب كان بالبرنامج نكتب رن شلون نكتب ناسي والله رن اوكي فهنا مجرد تكتب اد شو يطلع لك شو انضافت بعض كلمه انضافت بيرفورم اناليسيس هذه العلامه فور نو برنت اي تبقى كلها يبقى نفس الشيء بصراحه هذه ما مستعملها ما اعرف شو فائدتها 10 اناليسيس
شنو هي؟ ارقام الروفنس هاي اي يعني هاي انواع طرق التحليل، يعني هو بتحليل مثلا مرن، بتحليل دايناميكي، بتحليل ستات، كذا انواع اشكال. اي احنا ناخذ تحليل طبيعي، قلنا احنا ظرف تقليدي كلوز، اذا احنا بهالشكل كملنا ملف كامل وسوينا الران، المفروض الامور جاهزه ان نسوي ران. انتبهوا شلون راح اسوي ران، منين اسوي ران، وحتى نحكي انه الران اذا طلعت ايرور شو نسوي، وحتى وراها ان شاء الله نتكلم عن هذا الملف الصغير شلون نعرض النتائج. كمل هاي العمليه سريع، ومن ثم حتى ننتقل للجزء الاحترافي بالمحاضرات الجايه. احنا بس وقفنا على ديزاين بالاحتراف، ديزاين الدوره الثانيه. فالديزاين هذا حمسه مواقع، يعني وايد ياخذ وقت لانه معادلات تصميم وكودات. شوف انا هسه دا اروح للكودات، بس اروح شنو شو يقول هاي فتشي كل الشورت كات يعني. اوكي بقى مثلا مكان الران هذا انلايز ران اناليسس، انلايز ران اناليسس كليك. طبعا هو دائما اذا ما مسيف على اخر تسييف سيف خلص الران. وقت الران 3 ثواني، 0 ايرورز بالقائمه و4 وارنينج. اذا من هسه خلينا نتعرف على هاي المصطلحات. اكو ايرور اكو وارنينج، على خزي اكو ايرور اكو وارنينج. ايرور الران ما يمشي يوقف، هسه اكيد اكو جماعه من عندكم. ممتاز، انا اتمنى كم واحد يصير عنده ايرور حتى شلون نتعامل مع الايرور. كلش ممتاز زين. يعني هذا طبعا مو فد شيء، لانه شنو مرات يعني هو مثلا عندك خطا مثلا ببليت اليمنت ويضربه في عالم البليت زين. بس شباب بس تخلي كل واحد مو سوى الران ليه يسوي كل شيء بعد، ارجوكم لحد ما تنتبهون وياي. شوفوا هاي النافذه شنو بيها اشياء. اول شيء بيها النتائج، يعني انه كم ايرور، انا لسه عندي زيرو، كم وارنينج، وشوفوا انتم عندي 4 وارنينج، وبعد شنو عندي نوت، اكو نوت وارنينج ونوت ما ياثرون على الران، يعني الران يخلص بس هو البرنامج يعني لا يحس انه اكو اشياء غريبه احتمال تاثر على النتائج، احتمال تاثر على النتائج، في هذا يحذرك منها ينبهك عليها. شو يسوي ران؟ انت تروح تشوف. انا برايي اعتني بالوارنينج والاهم حتى لو الران يخلص، خاف اكو فد شغله انت مثلا ما ملتفت لها او شيء تشيكيه. هاي وحده، اذا عرفت الايرور وعرفت الوارنينج وعرفت النوت كلهم تحذيرات، بس بعضهم يمنع عن الران وبعضهم يمنع عن الران. نجي الان وراها اكو هاي الخيارات، انه انت الان ورا ما كملت الران وهاي النافذه مال اكمال الران، وين تي تروح؟ تريد تروح للاوتبوت فايل، او تريد تروح للبوست بروسيسنج مود، او شنو تبقى الموديلنج مود. اذا احنا بصراحه خلينا نقول عندنا مودين، مكانين، مكان اسمه الموديلنج، هذا كنا بيه كنا قاعد نسوي موديلنج، نعرف اللود ونعرف الجيومتري ما ادري شنو. وكو مكان ثاني نروح له بعد ما نخلص الران المضبوط، اسمه البوست بروسيسنج ما بعد الران، اللي هو شنو نسوي به؟ نعرف النتائج ونشوف العزوم والقوى وشنو شنو نصمم وكذا. او ممكن لا نبقى ولا نروح لهذا، نروح لوين؟ نروح للاوتبوت فايل. ليش؟ لانه بصراحه اذا اكو ايرور او اكو وارنينج، لان وين مكتوبات؟ بالاوتبوت فايل. اوكي؟ اذا نختار. هسه طبعا كل واحد منكم طالع عنده شكل، انا متاكد اللي طالع عنده ايرور والران واقف اصلا هو مجبور يروح لوين؟ اوتبوت فايل، لانه حتى يروح يقرا شنو هي الايرور. انا عندي وارنينج ما مجبور، بس ممكن شو اسوي هسه؟ دان راح اقول ما اسوي كل شيء، حتى ادليكم هنا مكانها وين. هذا الانبوت فايل شباب، هذا مكانه، هذا الانبوت فايل، هذا اسمه ستاد اديتر فوق. هل افتح اراويكم اياه الانبوت فايل هم حتى تتعرفون عليه؟ طبعا المهم شوية سرتبوه، كان هذا بال 2015 تغيير جديد، شفنا انه هنا اكو تصنيف وكذا، كان قبل بس ارقام. شنو الارقام هاي؟ الارقام هي كنا نطبعها بدينا،
هاي مال الاحداثيات والمعافيه ماتريكس عشان كل شيء شنو نسوي هذا بدينا طبعا الله يساعدنا شلون كنا متحملين ما ادري زين هذا شنو هسه الانبوت فايل شفتوه انا ما لي شغل بيه بس انا ما فعل الدكتور ما ادري شلون مو ما صار عفوا ما فعل شنو هو يعني عندي ليش هذا 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 اخوانه هاي لازم انبوت فايل موجود ما عندي ايرور 2 حتى لو انبوت فايل شنو موجود حتى الانبوت فايل هذا موجود الاوتبوت ما موجود هذا السماع فعله يعني ما اعرف ليش هذا الاوتبوت فايل الان شوفوا هسه انتم المفروض من تفتحون الاوتبوت فايل اكو عندكم بالاحمر بعد الازرق وارنينج وارنينج بالازرق وانتم عندكم بالاحمر ايش مكتوب ايرور خليني اجي استعرض هسه اللي عندي ثم اروح للي عندكم لا هذا هذا هنا شوف هذا اوتبوت فايل هذا صفا اسمه ستاد اوتبوت هذا هسه نجي خلينا نشوف اني بلش عندي وارنينج شوفوا انواع الوارنينج شباب حتى تعرفون يعني هي مرات شلون ما تاثر على الرام سوي كليك عليها اجي كاتب والله يقول property for member 2 duplicated last value used member 2 مثلا هو شنو member 2 جزء الكولوم مثلا ابعاد الكولوم يبقى يظهر لي مرتين مدخلها جاي هو قاريها مرتين هو شو مسوي الثانيه معتمدها والاولى ما معتمدها يعني جمله مكررها مرتين اني هو لاغي الاولى ومعتمد على الثانيه اذا الاولى والثانيه هن نفسهن ماكو اي مشكله هن اكيد هي نفسهن اسحبتوا من تدربون كم مره تسوون كليك وتنعاد الاوامر والكذا مو تمام بالشكل هذا يعني هسه مثال بسيط شوفوا راح اسويها سهل كلش مثلا خطا جيت شيء صارت بي وسوسه ضفت اربع مرات سوران 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 هي واحده كافيه اوكي سوران سوران راح اسوران شوف ايش يطلع بس اكيد راح اقول ايش جاك ما متريق زين خلينا نروح للاوتبوت فايل هم منها راح اغير الطريقه فيو شوف شوف شو يقول لي يقول warning consecutive analysis commands only first use انت قاعد تكرر الامر ما تسوي ران احنا اختارينا الاول وعفنا الثاني والثالث هذا warning هم ما له تاثير لا تاثير على النتائج ولا كذا فالشكل. مرات لا warning شنو مثلا يجي شوف هسه خليني احكي لكم مثلا سبليت شوفوا هسه احنا قلنا احسن شكل للبيت اليمنت شنو تتذكرون لو نسيته والمربع وتمام مرات تجي انت مسوي البليت هيك شكله هم مثلث وهم هيك ستقولون هاي شنو يعني شلون واحد يسوي هيك طبعا قبه وتلتقي ويا سلاب مثلث وما ادري شنو تنحكم تجيك اشكال بحيث ينجر المثلث يصير هيك شكل البليت هو كل شيء تراويه رأسا راح يقول لك warning إيه شو يقول يقول badly shaped plate element لا badly مو بدل بما معناه بدلها بس ويستحي يعني وجه أوامر ما عاجبه فيقول يعني هذه bad shape وإحنا قلنا shape شنو تأثير لازم ما منحاز وكذا إلى آخره زين فلهذا هاي بس نتائج دقيقة هو سوى لك رن بس تكون تنتبه لهذا هسه احنا من قبل الجملة بديناها بالمحاضرة من يقود من انت راح تعرف هنا الارقام فيطلع لك اربع اشياء خلي ستة بيني وبينك ما ارد اعلمك على الخوف بس انت هم لازم تعرف يعني هو برنامج مواثق من شغلته شو ورطنا زين هسه الان انتهينا من الانواع الوارنينج خلينا نجي نشوف انواع الايرورز خلينا نبدا بستاذ فؤاد اقرا لنا ايش مكتوب ايرور الجمله الحمراء اقرا لنا ايش مكتوب عليها الاستيك بوجي لوس اي نوت انتر ممبر زين
الآن عدة سالفات أنه مكتوب بالخطأ أنه معامل مرونة ما موجود. هذا الإرر يتكرر عندنا هواية. شنو شيش راح يسوي أستاذ فؤاد؟ راح يغلق الك أوتبوت فايل. أنا متأكد هو مثلاً شنو هسه بروبرتي ما معرفة. يروح لي البروبرتي راح يلقى مثلاً ما مدخل سمك السلاب لما مدخل أبعاد الكولوم له. هذا النوع الأول مثلاً. بعد مثل ما نطلع على الإرر بلا زحمة خلي قرانا الإرر مالته حتى أظن يعني خلنا نأخذ أنواع. نعم. شي يقول؟ إيش مكتوب؟ أحسنت ممتاز. يعني ما يعني بصراحة الإرز أنا أقول مفيدة في التعلم إنه مثلاً أنت نسيت تخلي سبورت. طبعا ما يصور أنا ما تخلي سبورت. يصير أنستيبل. فلهذا أنا عندي ينبهك يقول لك ماكو. هذا أنا أعتبر من أروع الأشياء يعني بالبرامج والكمبيوتر. من يقول لك وين الخطأ؟ لأنه يعني ما أدري أجيالنا اللي كنا نشتغل برمج مثلاً برنامج كتبت خطواته ووقف. شلون نعرف؟ شلون نعرف؟ شلون بالبرمجة بالهذا؟ مو شنو حتى قمنا نسوي مثلا كل خطوة اكتب برنت مثلا ميث برنت الباراميتر دي قسم على صفر وين دي قسم على صفر ما ندري. يعني يا مال برامج برنامج مثل مثلا 5000 لاين والتكاتبه مثلا بطروحة ماجستير دكتوراه وما دي يصير راند يضاف. هاي واحدة من أكبر المعضلات انه السؤال وين الايرور؟ ليش البرنامج بدأ يمشي؟ فهذا أمن يقول لك إرار شنو وجملة بها بصراحة اعتبرها شغلة مهمة جدا. بعد ذاك نوع إرار جديد وانا 156 إرار اقرأنا واحد هو لا هنا البرنامج غدر قيمة هنا غدر قيمة البرنامج اقرأنا أي واحدة اقرأنا هسا يوسف خيار بسبب واحدة تستحي من الأرور مالتك missing شنو؟ الآن دا يقول إنه هذا المنبر هاي المساحة جزء يشوفها رقم كلش صغير بالنسبة لنا فرق الوحدات وفرق أي يعني أريا يعني يقول هاي مساحة المقطع جدا صغيرة برغم إحنا ما قاعدين إلا مثلا صن هذا بصراحة أول مرة أشوف الإرور يعني فنرجع نغير الوحدات ونتعدل إن شاء الله يعني راح البرنامج كله كذي نوتن عمل برنامج كيف كونفيجريشن بالبداية نرجع إن شاء الله هو شنو البرنامج يسوي كذا بعد أقرار ثاني شباب لا الحمد لله ما شاء الله زين السوي هذا التحليل على هذا الوقت كيس طبعاً هسه المرحلة اللي وراها خلنا نشوف قد بقالي بالضبط من الوقت حتى جاي خلي تشكل سريع تشويقي لأن حتى المحاضرة الجاية مع الباشر نحكي على البوست بروسيسنج مود شلون نعرض النتائج وحتى نتأمل من عندكم إن شاء الله أنتم اليوم مثلا تحاولون يعني قدر الإمكان هاي البناية الصغيرة سويناها الران يمشي عندكم اللي ما يمشي عند الران لا يجي باشر اللي ماشي يجي هذا الواحد زين يعني حتى شنو بصراحة أطمئن وخلي يجي تخصص وقت بالبداية يعني قبل ما نبدي بالبوست بروسيسنج حتى احنا نوصل كنا نفس الليفل كنا نقدر نسوي ران لمسألة بسيطة انتوا يا رجل هنا فدريسون نشتغل عليه كمثلا مثلا بيت على دروب بوكس يعني شلون هذا الفريم اوكي ماشي يعني نسوي يعني تقدر تضيف احنا مو شنو هسه بصراحة انا سجد اشوف لي قاعد اخلي فرد ليفل يعني يفصل دوره الى قسم الى قسمين ليفل انه هاي يعني ملف خلينا نقول كامل لبناية صغيرة ما عندنا به مشاكل هسه يعني احنا تدري شو اول خطوة راح نسويها بالجانب الاحترافي راح نعقد الجيومتري
رسوم مختلفة، بيم على شكل كير، قبنجي، ما أدري شنو، يعني إحنا راح نعقد الأشكال بالمرحلة الثانية. أنا هسه إيش أريد؟ أريد الآن نطمئن، يعني أول شيء راح صراحة راح نتدرب عليه بالبيت هو هاي البناية اللي إحنا بيها، راح أرسم لكم إياها وبلكم أبعادها شقد وشي. فتيجي أنت هسه أرسم لكم البناية، أرسم لكم إياها هاي البناية، أرسم لكم إياها وتأخذوها بس تدربوا عليها، أو بالدروب بوكس مو مشكلة. بس أنا قصدي هسه الآن أريد كنا نوصل، يعني عند شبكة تفاوت سبناتنا مو تمام، أريد كنا نوصل الآن إلى أنه إحنا الملف الصغير هذا سيطرنا عليه، لأن ماكو فائدة أروح للاحترافية وإحنا هاي بالتفقين. أستاذ هناك إرادة لا يكون هذا الشيء نوت أنت من فور ممبر أو إلمنت، هاي بالبروبرتيز تروح للبروبرتيز تلقى مثلا فت كولوم ما منطي مقطع مالته أو بيم أو سلاب ثيكنس ماكو أو إيه. لما يصلح دكتور يسوي رن جديد، بس يصلح بس يسوي لنعيد بس مو صلح حسن تقع يسوي رن جديد عادي بس يعني عشان عندي الماتيريال مال ما واحدة ماكو فسويته سويت رن مشى ما مشى أما على كيف على كيف سوي رن الخطوة اللي خلنا سوي رن جيد إيه. أما تصير عندكم أسئلة بالبيت بالإيميلات ممكن أو شيها محاضر حتى زين هسه قلنا شيء سريع حتى نبارككم بالضبط النتائج هسه شوفوا إحنا وين هاي مكتوب هنا موديلينج بينما مكتوب هنا بوست بروسيسنج أسوي كليك عليها من على البوست راح يسألني كل لود كيس وكذا طبعا كلهن أرد أعرضهن دائما هاي أنطي كلهن راح تنفتح لي نافذة بصراحة هذه اللي هي أول نافذة ينطيني الديفورم شيب هذا الديفورمد شيب ديسبليسمنت ينطينا اياه كشكل وكارقام اذا معناها عرض النتائج من هسه نوعين رسومات وجداول زين احنا شو نحب ها رحت بروست بروسيسنج هذه هاي بتعتلك اذا مران يكمل اوكي بتعتلك هاي اسامي مجرد اشارات لان باكر راح نفوت بها بالتفصيل ان شاء الله بس دراكم اياها شوفوا سأذن هاي أذن شكل وهنا أرقام خلي حتى أترك التفاصيل الأخرى إلى باكر بس خليني أراويكم سواء حد يحس كأنه الديفورميشن صفر ماكو ديفلكشن كل شيء ماكو الجواب ليش لأن السكيل المرسوم به الرسم يعني أرجوكم شوفوا وش رح يصير رح أقولكم على فد شيء هذا السكيل طبيت ومنين طبيت هذا شوفوا مثلث ومسطرة وقلم اسمه سكيل هذا السكيل الان راح اغيره وين الديسبليسمنت هو خلا اشوف ايش قد بالله وين هذا هذا الف راح اسوي واحد اوكي زين شنو زاد الديفلكشن لو صار كل شيء ما صار الديفلكشن كرقم هو نفسه السكيل مال الرسم هو اللي تغير فهم تنتبه مرات أنت من تعرض يعني فد شغلة صارت بصراحة كان أكو فد بعض المشاكل الإنشائية بالمنارة مع الإمام موسى الكاظم عليه السلام فأكو مجموعة من الخبراء جايين من إيران كانوا دي يسوون في التحليل أنه أسباب هاي المشكلة الإنشائية بالمنارة وشي فهم طبعا يعني هم إنشائيين مثلنا في جايين مسوين شلون يعني المنارة ممكن تتحرك بالديفورميشن وكذا بس مبالغين بالسكيل طبعا هم قاعدين ناس يعني خو مو كل مهندسين حتى زوار قاعدين يباعون وكذا ولا يشوفوا لك المنارة تروح وتجي وما أدري شو يصير بها وكذا كلهم يعني حقا يعني صعدوا في رعب من هالمسألة فأتحمس متوقع هذا الرسم أنا عن شغال وش ويستأجرأي وكذا فبهالشكل بس هو إن شاء الله باكر راح أحكي لكم شلون الشكل هذا مال التشوه مهم جدا في التصميم في الحس الهندسي فتتبالغ بالسكيل مش مو حتى تراوي الناس حتجي تشوف انت شلون التحدب والتقعر والكذا ويباشر راح نسولف بيها شلون راح نسلح هذا الشكل وين تخلي الحديد الاخري وهذا هو اقل شيء اذا عندكم فد سؤال او ملاحظه اخيره حتى اختم هاي المحاضره واسيرها بس للوحدات اروح للتور انا قلت راح اجيك بعدين اي لانها قضيه لك شخصيه نعم إذا كم على ملاحظة عامة سؤال عام. بس ال الخطأ صار من البناية ما بنحكي بعدين بعد لك من جزء من هذا الواحد في تسعة. جيد. الحال شلون صار؟ الحال اللي صار إنه أنا أجي أشوف. أوكي هذا خوش سؤال هذا كلام. البرنامج طلع نتائج ونتائج مو منطقية. ليش مثلاً قاعد تتناقض بيناتها؟ يعني العزم صاير هنا شكل هنا شكل. طبعاً رجعت
مثلا خاف غلطان باللود، خاف غلطان بالبروبرتي، لقيت انا كل الشغل مضبوط بس ليطلع فرق. ليش الفرق؟ لحد الان ما اعرف ليش فرق. هو واحنا متوقع اكو شيء، هذا مو غريب يعني، من نقول متناظر مو معناها الارقام تطلع متطابقه، معناها هو نيوميريكال دي يشتغل. فلهذا ايش راح اسوي؟ راح اخذ الرقم الاكبر تو بي ان ذا سيف سايد واعمم علينا على الجانبين، لان راح يجي مهندس الموقع هو لازم يلقى الشيش هنا نفسه، لان البنايه متناظره ما لها علاقه بالبرنامج وهاي السوالف. يعني انا ارجو انه كل مهندس الى نهايه حياته العمليه الأربعين سنه اللي قلنا عليها ان شاء الله اكثر، لا يقول اني ايش مدريني هو البرنامج طلع هيك، لا يقول هاي ابدا، لان هو صاحب القرار. احنا هذا صراحه هدف من الدوره، احنا ما نريد نعلم على البرنامج حتى البرنامج يسيطر علينا، نعلم على البرنامج حتى البرنامج مثل ما قلنا يصير محبس بدينا، يصير اداه بدينا، يسهل عملنا. فلهذا ماكو واقع، يعني انا بوقتها ما قدرت اقول، يعني ما يصير اقول انه والله البرنامج طلع، شنو البرنامج طلع؟ لا فعلا خطا، تعترف بالخطا والصح الخطا، وهذا هو اخر ما نقوله اليوم ان شاء الله، ونكمل في الدرس القادم. سؤال يحتاج نسجل السؤال لو خلينا.